صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها هنا في 8 الصبح. بنكون معاكم يوميا وعلى مدار ساعتين من 8 ل 10 بموضوعات مختلفة ومتنوعة. دايما بنبدأ يومنا بنصيحة أو معلومة صباحية، وبما ان فصل الصيف بقى بدأ والشواطئ وطبعا مصر مليانة بشواطئ جميلة جدا جدا، بيجي لها طبعا يعني كل الناس من كل جنسيات العالم علشان يزورونا. النهاردة احنا هتكلم عن شاطئ يعني مهم جدا وتاريخي جدا، هو شاطئ جليم. شاطئ جليم من اهم الشواطئ او المناطق الموجودة في اسكندرية. شاطئ جليم أطلق هذا الاسم على اسم مواطن سكندري يوناني، الأصل بيدعى جيليو نوبلو. جيليو نوبلو هو نائب أو كان نائب للقنصل اليوناني بالإسكندرية في وقت من الأوقات، وكان بيشتغل في المحاكم المختلفة في الإسكندرية وقضى حياته في أعمال الخدمة العامة. قدم كمان للمتحف اليوناني مجموعات أثرية وحصل على أوسمة الحكومة المصرية واليونانية. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصور أنه شاطئ جليم من الشواطئ الجميلة جدا جدا، وحتى في السنوات الأخيرة الحقيقة حصل تطور كبير جدا في شاطئ جليم. أنتوا النهاردة لما تروحوا تزوروا الشاطئ ده هتلاقوه في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، في منتهى النظافة. حاجة من الحاجات الحلوة قوي أنك أنت لازم تروح تزورها في اسكندرية. وطبعا شاطئ جليم يعني من التاريخ كله كان من الشواطئ التاريخية اللي لازم لما انت تيجي تروح تزور اسكندرية تسأل على شاطئ جليم. وطبعا يعني في فيلم شهير جدا جدا لعمرو دياب آيس كريم في جليم اتعمل بسبب شهرة هذا الشاطئ، ان هم اختاروا اسم جليم للفيلم لانه شاطئ جليم من اشهر شواطئ اسكندرية. طبعا ادعوكم بقى لزياره اسكندريه وان انتوا لازم تروحوا لشاطئ جليم، واعتقد المره دي لما هتزوروا الشاطئ هيبقى عندكم المعلومه الاضافيه اللي احنا اضفناها لحضراتكم عن ليه سمي بشاطئ جليم. تعالوا بقى نروح دلوقتي كده ل يعني فاصل سريع جدا جدا ونرجع بقى نبدا مع حضراتكم 8 الصبح. النهارده في 8 الصبح هنتعرف على حاله الطقس والمرور واسعار السلع في الفقره الخدميه. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر فأحسن ناس. الفنان سراج منير فأنا المصري. وهنسمع نصايح هامة تتعلق بخطورة تناول المسكنات بدون مبرر. وهنتعرف على قصة نجاح سباح مصري رفع علم بلاده في مسابقة كبري العالمية. وأسرار وكواليس حياة الفنان عمر الشريف في فقرة نجوم زمن الفن الجميل. النهاردة انتظروا فقرات مختلفة ومتنوعة. النهاردة معانا في 8 الصبح، والحقيقة أنه النهاردة هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن عمر الشريف، لورانس العرب وأسرار في حياة عمر الشريف، لأنه عمر الشريف مش فنان عادي، فنان عالمي كل العالم بيحبه. فالنهاردة انتظر إن شاء الله فقرة خاصة عنه. ولكن قبل بقى ما ننطلق بفقراتنا الحوارية، دايما بنبدأ يومنا في 8 الصبح بمجموعة الأخبار الخدمية اللي بتفرق معانا كل يوم أول ما نصحى من النوم، تحديدا أخبار الطقس. النهاردة هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه هيكون طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد أنه النهاردة هيكون في نشاط رياح على كافة المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تعالوا بقى نشوف كده بيان درجات الحرارة اللي بنستطلع فيه أهم المدن والمحافظات المصرية سواء الدرجات العظمى أو الصغرى. نبدأ مع حضراتكم طبعا بالعاصمة القاهرة 37-26، العاصمة الإدارية 37-25، 6 أكتوبر 38-25، الإسكندرية 33
24 العلمين الجديدة. طيب السلوم 34-21، دمياط 34-25، بورسعيد 35-24، أيضا المنصورة 36-26، الإسماعيلية 38-24، 24 شرم الشيخ 40-30، العريش 35-24، رفح 34-25، طابة 38-25، سانت كاترين 36-18، الغردقة 39-29، الفيوم 40-24، بني سويف 40-25، أسيوط 41-25، الأقصر 44-28، أسوان 44-29، الفرق كبير الحقيقة في الأقصر وأسوان ما بين العظمى والصغرى. شلاتين 38-27، حلايب 35-28، الوادي الجديد 43-24. طيب دي كانت درجات الحرارة، والحقيقة وأنا فعلا يعني جاية الصبح على طريق المحور كان فيه شبورة مائية وكمان كانت مستمرة في 6 أكتوبر، ولكن الحقيقة يعني الحمد لله الشبورة ما كانتش حاجبة الرؤية تماما، ولكن في شبورة مائية. اعتدنا ان احنا يعني نسمع عن الشبورة المائية في فصل الشتاء، معناه ايه؟ ما انها موجودة في الصيف، ده هنتعرف عليه اكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة داليا، وصباح الخير على كل سنة مشاهدين، اهلا بيك يا فندم. صباح الفل. اعتدنا انه دايما الشبورة مرتبطة بالشتاء، ولكن ان احنا نشوفها في الصيف ده معناه ايه؟ يعني ده معناه انه الجو حر هيكمل حر، ولا ده معناه انه في رطوبه هتحصل، ولا ايه بالظبط؟ هو بالفعل يمكن هي دايما بتبقى في فصل الشتاء كثافتها بتبقى كبيره بشكل كبير، لكن هي موجوده في باقي الفصول، ويمكن هي مرتبطه خلال هذه الايام بوجود امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، ارتفاع نسب الرطوبه اللي موجود في الجو، وهدوء كمان في سرعات الرياح فتره الصباح الباكر. العوامل دي كلها بتأدي، طبعا انخفاض درجات الحرارة فترات الليل، العوامل دي كلها بتأدي تكثف وتكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر، لكن هي شبورة مائية خفيفة، يعني هي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، تقريبا 7-8 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي، وما بتأثرش بشكل كبير على الرؤية الأفقية زي الشبورة اللي بنشوفها في فصل الشتاء أو فصل الخريف. احنا طبعا متوقعين خلال الأيام المقبلة يمكن اعتبارا من اليوم يكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحرارة ولا الرطوبة يا دكتور؟ لأنه هو ده بقى اللي بيفرق معانا دلوقتي. هو الاثنين، ارتفاع قيم درجات الحرارة وارتفاع درجات الرطوبة كمان أو نسب الرطوبة في الجو. احنا يعني بتأثر بامتداد منخفض الجلد الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبالتالي ده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة في الجو. المناطق الساحلية بتبقى أعلى رطوبة المطلة على البحر المتوسط، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل. دايما نسب الرطوبة هي اللي بتخلينا نحس بقيم درجات حرارة مرتفعة، كمان قيم درجات الحرارة نفسها مرتفعة عن الأسبوع الماضي، يعني احنا خلال هذا الأسبوع متوسط العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37-38 درجة مئوية، نسب الرطوبة تخلينا نحس ان قيم درجات الحرارة أعلى بحوالي من 2-3 درجات، يعني أجواء شديدة الحرارة راتبة فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، معتدلة فترات الليل في أغلب الأنحاء، وطبعا مستمرة معانا الشبورة المائية على مدار هذا الاسبوع فتره الصباح الباكر. لكن مهم جدا انصح كل الساده المواطنين بقدر الامكان تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا. دكتور كان في موجه الحر اللي قالوا انها مرتفعه والاعلى من كام سنه، 100 سنه، وان درجه الحراره تصل الى 44، ده هيتكرر تاني وهيبقى ايه الوضع؟ هي درجات الحرارة في محافظات جنوب البلاد الأقصر وأسوان بالفعل بتوصل ل 44 و45 درجة مئوية، لكن هو الكلام على درجات حرارة غير مسبوقة، هم بيتكلموا على درجة الحرارة العالمية، متوسط درجات الحرارة العالمية لكوكب الأرض كله، مش بيتكلموا على جمهورية مصر العربية. طبعا يعني أنا فاهمة، بس هم يعني درجة ال 44 اللي ظهرت في الأخبار على مدار الأيام السابقة كانت يعني درجة بيقولوا إنها متعلقة بمصر، يعني تبعة للعالم.
ال 44 في القاهره الكبرى او في المناطق الشماليه، لا احنا بنسجل 44 وده طبيعي. احنا احيانا بنسجل 46 في الاقصر واسوان، فده طبيعي ان احنا نسجل قيم درجات الحراره دي، وده الطبيعي ان احنا نشهد موجات ارتفاع في درجات الحراره في فصل الصيف. احنا في شهر 7 و8 ذروه فصل الصيف بيحصل في ارتفاع في درجات الحراره اعلى من المعدلات، يبقى احنا كده درجات الحراره خلال هذه الايام اعلى من المعدل الطبيعي، ويمكن ده من خلال التنبؤات الفصليه قبل بدايه فصل الصيف. قلنا ان الصيف 2023 هيكون اعلى من المعدل بحوالي من 2 لـ3 درجات، وطبيعي ان هو هيشهد موجات ارتفاع في درجات الحراره. طبيعي ان احنا جزء من العالم، يعني احنا جزء من العالم، فاكيد لما هيتحدثوا عن الكره الارضيه مصر اكيد هتتابعها، خاصه ان مصر جوها بيبقى في فصل الصيف حار. بالظبط، احنا في فصل الصيف وطبيعي ان احنا نشهد موجات ارتفاع في درجات الحراره ممكن يحصل اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجه صحيح. درجتين، لكن دايما ناخد احتياطاتنا عشان ما نحسش بالارتفاع الكبير في درجات الحراره. زي ما بنقول الاحتياطات اهمها هو تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره طبعا صغيره من 12 الظهر لحد الساعه 4 العصر، الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. فبقدر الامكان لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع معايا اي حاجه تحميني من اشعه الشمس المباشره، شمسيه او كاب احتمي مناطق الظل، ولو ما عنديش مشاوير مهمه التزم البيت لغايه ما تنكسر حده اشعه الشمس. انا طبعا بشكر حضرتك الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. طبعا يعني نصيحه دكتور منار مهمه جدا، انه عدم التعرض لاشعه الشمس المباشره تحديدا من الساعه 11 12 لغايه 4 اللي هي فتره العصر والدخول على الغروب. مهم جدا تحديدا كمان الاطفال وكبار السن ان هم ما يتعرضوش لاشعه الشمس العاليه. نشرب سوائل كتير جدا 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 في الفتره دي، لانه الجسم بطبيعته في فصل الصيف بيفقد ميه بنسبه كبيره، فعشان ما يحصلش جفاف الناس اللي بتنسى انها تشرب او اللي ما بتعطش، حتى لو مش بتعطش لازم تشرب ميه لانه السوائل لازم تعوضها. طبعا كمان عايزين نقول نصايح متعلقه بالعربيات، انه ما نحطش في التوقيت ده في العربيات بتاعتنا يعني ادوات ممكن تبقى سهله الاشتعال، البرفيوم، الولاعات، الحاجات اللي ممكن بلاستيك تسيح. فارجوكم يعني خليكم حذرين شويه الفتره دي تحديدا 7 و8، لانه هي دي ذروه فصل الصيف. بما احنا بنتكلم عن العربيات، تعالوا برضو من حاله الجو نروح للمرور بالعاصمه ونشوف بقى جوجل ماب النهارده بيقول لنا ايه. طبعا بنبدا مع حضراتكم من طريق صلاح سالم. يوم السبت من الايام اللي بيبقى فيها يعني هدوء في الشوارع المصريه، لانه يوم اجازه، وتحديدا خلاص بقى معظم الناس او تقريبا كل الناس خلاص خدت الاجازه، فطبعا ده بيبقى ليه تاثيره انه الناس بتبقى في اسكندريه، بتبقى في الساحل، بتبقى في المناطق الساحليه، فده بيخفف شويه طبعا اللود وقت الاجازات، فبنلاقي سيوله في الحركه المروريه. زي ما حضراتكم شايفين ممكن نلاقي الكثافه بعد الظهر بقى لما الناس بترجع، ولكن ساعات الصباح الاولى بنلاقي ان اللون الاخضر هو اللي مسيطر على الخريطه، فطبعا لازم نلتزم بالسرعات المقرره، لازم نلتزم بحزام الامان. الحمد لله بقى في يعني نظام يعني كاميرات مراقبه كبير جدا لضبط المخالفين، بيتصور طبعا الناس اللي ما بتلبسش الحزام او بتتجاوز السرعات، وبيطبق عليهم طبعا القانون. ولكن احنا بنقول انه احنا عايزين كمان يبقى الرادع ليك رادع ذاتي، انك انت تبقى خايف على نفسك وعلى اللي حواليك، انك انت دايما تلتزم بالقواعد المروريه. كوبري 6 اكتوبر ومحور 26 احنا برضو مرينا عليهم اهو بشكل عام، في سيوله في الحركه المروريه. الحمد لله مفيش زحام يوم السبت، فنلتزم بالسرعات المقرره. تعالوا بقى نروح لأسعار الخضار، الفاكهة ومواقيت الصلاة. Thank you.
رجعنا لحضراتكم من جديد. تعالوا ننطلق بقى بجولتنا الإخبارية، واللي كمان بتتضمن مجموعة النصايح اللي دايما بنبقى حريصين ان احنا نفيد ونشارك بيها حضراتكم. ولكن تعالوا نبدأ بأولى أخبارنا الهامة النهاردة، انه بيشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، والذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية. ومن المقرر أن يلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالات الإفريقية للتنمية النباد على مدار العامين المقبلين. كما سيلقي السيد الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 أمام الجلسة الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية في ظل جهود مصر المستمر لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتبعات وتداعيات التغيرات المناخية. طيب تعال نروح لخبر آخر أيضا، أنه كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد بدءا من أول أغسطس المقبل، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء تماما، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية. وأوضحت وزارة التموين أنه سيتم تطبيق منظومة الكارت الموحد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية الخاصة بهذا الموضوع لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد. طيب النهاردة الحقيقة اليوم العالمي لمهارات الشباب، ده اللي أعلنته الأمم المتحدة إنها بتحتفل دايما بهذا اليوم، إنه الشباب بمهاراتهم والطاقات بتاعتهم أصبح ليهم يوم عالمي علشان تذكرة للعالم كله الاهتمام بالشباب، وإنه الشباب لازم يتسلح بالتعليم الجيد والتدريب وتنمية المهارات والقدرات، وإن ده أمر ضروري جدا جدا، وإنه أصبح سوق العمل مش محتاج فقط المعلومة المجردة اللي بنذاكرها أو بنعرفها، لا كمان محتاج السكيلز أو المهارات اللي بنتدرب عليها اللي بتأهلنا لسوق العمل. ده هنعرفه مع الدكتور رأفت شحاتة أستاذ الإدارة والتنمية البشرية، إنه إزاي يعني نهتم بقدرات أطفالنا وشبابنا وإزاي ننمي ده، وإنه ما يبقاش فقط التركيز على المناهج التعليمية ولكن أيضا المهارات الخاصة بأطفالنا وشبابنا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور رأفت. جالي هاني إزاي أخبارك إيه؟ كله تمام؟ صباح الفل طبعا كله تمام. عايزين نعرف يعني الاهتمام بفكرة أنه يبقى فيه يوم عالمي، قبل ما نروح طبعا فكرة إزاي نهتم بالأطفال والشباب، يعني ماذا يعني أنه يبقى فيه يوم عالمي لمهارات الشباب؟ ده معناه ان العالم شايف الأهمية القصوى للمهارات، وانه النجاح في سوق العمل وتقدم الدول بيعتمد على تنمية مهارات الشباب، فهم دول العصب بتاع المجتمع، والفكرة مش فكرة زي ما حضرتك قلت كده معلومات انا موجود فيها، لا هو دايما النجاح في العمل ازاي احول المعلومات دي او الحاجة اللي انا اتعلمتها الى واقع. يعني انا هقول لك ببساطة شديدة جدا الفرق مثلا بين توماس إديسون ونيكولا تسلا، الاثنين كانوا علماء وربما يكون او مخترعين، ربما يكون نيكولا تسلا كان اكثر عبقرية من استاذه توماس إديسون، لكن ده مات مليونير وتاني مات فقير جدا. ليه؟ لانه توماس إديسون حول العلم وحول الاختراعات الى واقع يجيب فلوس ويفيد المجتمع، هي دي الفكرة اللي احنا عايزين نركز عليها. طيب دلوقتي انه دايما مش دايما يعني في الثقافة الغالبة والقديمة واللي نفسي ان احنا نتغير، انه دايما الشباب بيهتم بمهاراته اول ما يدخل الجامعة
يعني يبدأ يدور على فرص تدريب من سنة تالتة، يبدأ يدور على فكرة ان هو عايز يتمرن في مكان طبقا لكليته، ولكن الأهم ان انا اكتشف مهارات الأطفال. وكان معانا هنا حتى في المذيع الصغير ان الطفل عايز يتعلم ريادة أعمال، الطفل عايز يتعلم أبليكيشنز وحاجات ليها علاقة بالتكنولوجي، فإيه أهمية ان انا اكتشف ده وإزاي في أطفالنا؟ هي الشطارة انك تكتشف المهارة في سن مبكر جدا، لأن ربنا إدى لكل بني آدم مواهب معينة. مشكلتنا الأساسية إن في ناس بتكتشف موهبة في سن متأخر جدا، يعني حتى مثلا في حاجة شهيرة زي التمثيل، تلاقي مثلا واحد زي فنان كبير زي أحمد خليل، إحنا عرفناه وعنده كام سنة؟ في الخمسينات، رغم إنه كان ممثل عبقري. فهي الفكرة الشطارة، ويمكن ده الدور اللي بتلعبه أحيانا المدرسة. لما تكون المدرسة مدرسة على درجة عالية من الحرفية، فالمدرس أو المدرسة بيلاحظ في الولد إن هو بيهتم بحاجات معينة، بيبتدي يقول الأب أو الأم القصة دي، الأب أو الأم الشاطرين بقى يبتدوا يبنوا على النقطة دي، عشان كل ما الموهبة تم تنميتها من سن صغيرة، كل ما كان الموهبة دي هتوصل إلى درجة عالية جدا. يعني إحنا حتى لو شفنا في فرق الكورة مثلا، زي في دول بتهتم جدا في اكتشاف المواهب في سن صغيرة، الناشئين الصغننين. ناشئين، فدي حاجة مهمة جدا لازم نبتدي نركز عليها، لأن طبعا احنا في الإدارة وفي الطب النفسي بنقسم الأطفال إلى نوعين، أو البني آدمين إلى نوعين، نوع الفص الأيمن هو المسيطر، ونوع الفص الأيسر هو المسيطر. الموضوع ده أنا قريته قبل كده يا دكتور، ممكن حضرتك تشرح لنا إنه فعلا البني آدمين إن الشخص اللي بيفكر بالجزء اليمين غير بيفكر في الجزء الفص الشمال بتاع المخ؟ احنا بنسميها سيطرة المخ. فلو الفص الأيمن من المخ هو المسيطر، هتلاقي الولد يميل أكثر إلى الإبداع وإلى التفكير الغير تقليدي وإلى الموسيقى وإلى الرسم، ده الفص الأيمن. الفص الأيسر خاص أكثر بالأرقام والإحصائيات، فتلاقي الولد مثلا شاطر جدا في تحليل الأرقام، بيحفظ أرقام بسهولة. ده مفروض لو إحنا اكتشفناه من وهو صغير نبني عليه. ليه؟ لأن اختيار الكلية مثلا هيعتمد على القصة دي. أنا لو الفص الأيسر هو المسيطر، هروح تجارة، هروح هندسة، هروح فده الحته هروح حقوق، لان الفص الايسر بيعتمد على المخ. لا، انا دلوقتي الفص الايمن هو المسيطر، يبقى انا هروح فنون جميله، هروح هندسه عماره. هو الايسر هو الابداعي ولا اليمين يا دكتور؟ لا، الايمن هو الابداعي، الايسر هو المسؤول عن المنطق وعن الارقام والاحصائيات. العكس. ويا ريت الاب والام يركزوا في الكلام ده تركيز مهم جدا، لانه احد الاسباب اللي بتؤدي الى فشل الولد ان الاب والام بيصر على انه يدخل كليه مش ماشيه مع الفص المسيطر عنده. يعني هل في اختبارات لده؟ هل في اختبارات لده يا دكتور؟ في اختبارات كتيره، وبعدين عايز اقول لك حاجه صغيره، هي حتى بدون فكره الاختبارات، الملاحظه في حد ذاتها يا داليا بتساعدك في كده. يعني الولد لما بيكون موهوب في الرسم، موهوب في التفكير الابداعي، بيعرف يعمل حاجات غير تقليديه، بيعرف يفك مثلا جهاز صغير ويركبه، ده غالبا الفص الايمن عنده من المخ هو المسيطر. لما تلاقي الولد يميل اكتر للارقام والحساب والماث وحابب جدا الحته دي، بيحفظ ارقام وبيحلل الارقام، غالبا ده الفص الايسر هو المسيطر. فده المفروض يخلينا نبني على القصه دي، لان هو نجاح الشخص نفسه هي في سهوله تقييم الموهبه اللي عنده من هو صغير. وده مهم انه دايما طبعا بيبقى معمول بحسن نيه انه الاباء والامهات اللي عايزين يشوفوا اولادهم في بوزيشن معين او في مهنه او في كليه معينه بيحققوا احلامهم اللي هم ما قدروش ممكن وهم صغيرين يحققوها. ده اسلوب غلط تماما يا دكتور، انه طول الوقت ان انا افرض على ابني حاجه ممكن يكون هو عكس الحاجه دي تماما، حتى الاخوات بيختلفوا. فده مهم برضو يا دكتور، وده حضرتك قلته في كلامك الدكتور رأفت شحاتة أستاذ الإدارة والتنمية البشرية، بشكر حضرتك، ده مهم جدا جدا فعلا. أنا قريت موضوع الجزئين بتاع المخ اللي هو فكرة إنه اللي بيفكر بالجزء الأيمن غير اللي بيفكر بالجزء الأيسر، وإنه فعلا إن أنت لازم تكتشف ده في ابنك بالملاحظة، وفي اختبارات برضو تقدر تعرفها، علشان خاطر فكرة بس إنه ساعات إحنا بنثقل على أبنائنا بمهارات معينة هم نعلمها لهم، أو حتى رياضات معينة، فن معين إحنا عايزين يلعبه أو يتمرن عليه، هو مش قادر يعمل ده لأنه هو مخه مش قادر يستوعب ده، هو بيفكر بشكل تاني، ربنا خلقه أنه بيفكر بنص تاني في المخ. فبالتالي أرجوكم لازم نستوعب ده، علشان خاطر محدش يجبر ولاده على حاجة، محدش يجبر ولاده على رياضة معينة أو مهنة معينة أو مهارة معينة. ده مهم جدا لأنه هو ده اللي بيخلق مبدعين.
ليه بقى المبدعين بيبقوا شطار؟ لأنهم بيكتشفوا ذاتهم من بدري، عندهم فكرة اكتشاف الذات، عارف هو شاطر في إيه وبيكمل فيه، فبالتالي هو ده اللي بينمي موهبته من هو صغير. طيب تعالوا نروح ليه بقى مدينة السحر والجمال، مدينة يعني العلمين، مدينة العلمين من المدن الجميلة جدا، تحديدا العلمين الجديدة اللي تم بنائها بشكل رائع جدا، واحنا كنا هنا في 8 الصبح معاكم في يعني بدايات البناء، وكان حتى بدايات البناء كان شيء مبهر جدا، وبعد الحقيقة وقت قصير جدا بإيد العمال المصرية اللي كانوا ساعتها بيقولوا لنا حتى في اللقاء ان هم كانوا بيشتغلوا شفتين وثلاثة علشان عايزين بسرعة ان هم يشوفوا المدينة كاملة متكاملة، والفعل حلمهم اتحقق وشفنا المدينة كاملة متكاملة بعد تقريبا أقل من سنتين عن اللقاء ده، وبقينا كمان بتستقبل العلمين مهرجان عالمي ومهرجان الأكبر في الشرق الأوسط، مهرجان بيستقبل كل نجوم العالم، نجوم العالم الدولي والعربي والمصري، هنشوف كمان أنشطة رياضية، هنشوف فاشن شوز، هنشوف فنانين بيجوا يغنوا على مسارح هنا في العالمين، فبالتالي شيء مبهج جدا جدا جدا، فيعني احنا فخورين بهذا مهرجان، مهرجان العالمين. تعالوا بقى ننطلق مباشرة إلى مدينة العلمين، نشوف صورة حلوة كده مع زميلنا محمد سعد مرئيس القناة دي أم سي اللي موجود دلوقتي في العلمين الجديدة. صباح الفل عليك يا محمد، ويا بختك يا بختك بهذا المشهد الجميل. أنا عارفة أنه هذا المشهد بيدي طاقة إيجابية مش طبيعية للشغل، وإنت كمان بقى كنت موجود امبارح في الماتش اللي كان ما بين عصام الحضري وأحمد حسن، احكي لنا بقى عن الأجواء. صباح الخير يا داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، كل مشاهدي برنامج 8 الصبح. بالفعل ده انا حقكم كلكم تقولوا يا بختي، انا الزملاء كلهم من امبارح يقولوا مجرد ما حد يشوفني يا بختك يا محمد يا بختك، حقيقي طبعا حقكم تقولوا يا بختك. المكان جميل، الاجواء رائعه، كل حاجة هنا في المكان حقيقي رائعة، بتدي طاقة إيجابية بجد يا داليا. يعني مجرد أنك تمشي دلوقتي كده على البحر، تشوف الأماكن، تشوف الشكل، الأبراج، لا المكان رائع فعلا. زي ما أنت قلت في المقدمة بتاعتك، هي مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة، فعلا مدينة السحر والجمال. الناس هنا الزائرين يعني في سائحين من كل بلاد الدنيا، يعني جنسيات عربية، جنسيات أوروبية، أشقاء من السعودية، أشقاء من الكويت، أشقاء من الإمارات، أوروبيين، الناس مبهورين جدا جدا بالمدينة وجمالها وشكلها، تنظيمها، البنية التحتية، حقيقي. كمان اللي بيظهر جمال المدينة حاليا مهرجان العالمين، وده اللي بنتكلم فيه، مهرجان العالمين، العالم عالمين فعلا، هنا العالم عالمين. المهرجان يمكن من ساعة ما كده بدأ أول أمس في إقبال بشكل كبير جدا على الفعاليات، فعاليات طبعا التيك بول اللي بدأت في أول يوم امبارح، بقى نتكلم على يوم امبارح كان لطيف جدا، وكان تحدي الجيل الذهبي للعيبة، ده شارك فيه عدد كبير جدا من اللعيبة اللي احنا كلنا بنحبهم، كابتن عماد متعب، كابتن حازم إمام، كابتن عصام الحضري، كابتن أحمد حسن، كابتن حسام حسن الصغير، وليد سليمان، كابتن جدو، لعيبة كتير جدا من اللي احنا بنحبهم يعني كانوا بيشاركوا امبارح. الأجواء تشعري كده رجعنا بأجواء 2000 أمم أفريقيا 2006 و2008. طبعا كابتن حسام غالي، الماتشات بتتلعب هم 4 فرق، كابتن حسام غالي ليه فرقة،
كابتن حازم امام لفرقه كابتن حسام غالي، فرقه كابتن حسام قابلت فرقه كابتن حازم امام، وفرقه كابتن محمد فضل قابلت فرقه كابتن احمد حسن. طبعا كابتن عصام الحضري كان مع فرقه احمد، مع فرقه كابتن احمد حسن. اللي فاز امبارح كابتن فرقه كابتن حسام غالي، فازت على فرقه كابتن حازم امام، وكمان فازت فرقه كابتن محمد فضل على فرقه كابتن احمد حسن. يمكن كابتن عصام الحضري دي كانت المفاجاه لينا داليا، كان في ضربات جزاء ما صدش يعني ضربات جزاء، وجي شوت كمان الضربه الاخيره فكانت سبب في سقوط المباراه بالنسبه لهم يعني، والنتيجه طبعا كانت سلبيه بالنسبه لهم اللي هي فرقه كابتن احمد حسن. النهارده بقى اتاهلوا، ومين اللي اتاهل؟ كابتن فرقه كابتن حسام غالي هتقابل النهارده في النهائي كابتن فرقه كابتن احمد محمد فضل، وطبعا في ثالث ورابع ما بين فرقه كابتن حازم امام وما بين فرقه كابتن احمد حسن. الاجواء بقى امبارح كانت جميله، كان كل الجماهير فئات عمريه مختلفه بقى، من اطفال وناس وشباب وكبار في السن، كلهم بقى عاوزين يشوفوا كل لاعب بيحبه وكل لاعب بيشجعه. حتى كمان اللعيبه، يمكن لما اتكلمنا مع اللعيبه قال احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين في المكان ده، من زمان ما تلمناش اللمه الحلوه ديت وقعدنا مع بعض. بس لما كان جم يلعبوا حقيقه ده اللي كان، وده كان غريب، كان بيلعبوا كانهم يعني مش جاست فور فان، لا ده بيلعبوا بجديه بشكل قوي جدا. يمكن احنا رجعوا للحماس تاني، رجعوا للحماس تاني، رجعوا وحشهم الملعب جدا. طيب عايزين نعرف بقى بالظبط ما شاء الله. انا عايز اعرف منك كمان يا محمد بقى، بجانب طبعا الانشطه الرياضيه الجميله دي، بشكل عام بقى المهرجان بقى دلوقتي ايه فعالياته مثلا النهارده بكره، خاصه انه بدا يوم الخميس، فعايزين نعرف منك بقى تفاصيل اكثر. طب الفعاليات النهارده هتبتدي من بدايه من الساعه 4. النهارده التيك بول هيبتدي، دور المجموعات كان بيتلعب بالامس، الفعاليات النهارده طبعا هيتلعب هنا في منطقه النورس سكوير اللي احنا متواجدين فيها بالمناسبه، ده هنا بيتلعب الكره الشاطئيه وبيتلعب طبعا التيك بول. التيك بول بيتلعب النهارده، دور المجموعات كان بالامس، النهارده دور النهايات هتكون من بدايه من الساعه 4 العصر حتى الساعه 7:30 مساء. بعد كده طبعا النهائي المجموعات اللي هو الكره الشاطئيه، تحدي الجيل الذهبي، هيكون بدايه من الساعه 7:30 مساء حتى الساعه 9:30 مساء. وبعد طبعا وبعد كده طبعا في احتفاليه كبيره عشان طبعا ايه، تكريم طبعا اللاعبين وتكريم طبعا الناس اللي فازوا في التيك بول. ده كده على هامش بقى الفعاليات دي. ان شاء الله في استعدادات بقى للغدا وبعد غد باذن الله طبعا للفعاليات الاخرى، عشان طبعا في حفل غنائي يعني ان شاء الله الجمعه الجايه للفنان تامر حسني، هو يوم 21 للفنان تامر حسني. طبعا الكل هنا بيستعد للحفله دي، في طبعا اقبال كبير جدا جدا جماهيري على الحفلات دي. في كمان حفل بعد كده للموسيقار الكبير عمر خيرت، في حفل للفنانه اليسا، في حفل للفنانه نانسى عجرم، في حفل للفنان راغب علامه، كل نجوم الوطن العربي، في حفل لفرقه كاريوكي، في حفل للمغني العالمي والراب العالمي روس. لا ده غير طبعا الفاشن شو وعرض الازياء لمايكل سينكو المصمم العالمي. لا في فعاليات كتير جدا جدا، ده غير طبعا سباق الجيت سكي هيكون طبعا ده بيستعدوا ليه، وغير سباق السيارات وسباق الطيارات طبعا، وعروض الطيارات الار سي، ده غير طبعا بطوله الجودو العربيه هتكون موجوده في مدينه العالمين الجديده. يعني فعاليات كتير جدا، 44 يوم من الترفيه، اكبر حدث ترفيهي في الشرق الاوسط موجود هنا في مدينه العالمين الجديده. وطبعا كل يوم هنتابع ليكم الفعاليات ديت وهنتابعها لحظه بلحظه، وهنديكم كل اخبار الفعاليات في مهرجان العالم عالمين. بشكر حضرتك او بشكرك طبعا محمد سعد زميلنا في دي ام سي مراسلنا، وطبعا يعني من مدينة السحر والجمال. احنا حتى المخرج هو مش عايز يفصل الصورة بسبب الجمال، هذه الصورة بتاعة العالمين. مدينة جميلة جدا جدا، انا فرحانة بيها قوي قوي قوي، لانه الواحد لما بيشوف حاجة كانت بتتبني واتبنت بسرعة كده، وبقى عليها كمان مهرجان، ومهرجان بيستهدف مليون زائر من كل انحاء العالم، في حاجة الحقيقة
بتدعو إلى الفخر وبتأكد أنه مصر دايما هي رائدة الفن، هي رائدة الرياضة، هي رائدة الثقافة، هي منبع الفنون والثقافة، ودايما بتستقبل يعني كل الزوار من كل أنحاء العالم، وهي دايما اللي بتصدر ثقافتنا إلى الخارج، وهي اللي بتصدر فننا إلى الخارج. فالحقيقة أنا سعيدة بهذا المهرجان، وفعلا يا بختك يا محمد، أنا إن شاء الله إن شاء الله كده هفكر إن إحنا نروح كده في حلقة هناك من العالمين، وإن شاء الله عايزة الأطفال الحقيقة بمناسبة ممكن يفكروا معايا بأفكار مختلفة، ممكن نعملها إيه من مهرجان العالمين، فكروا وبعتوا لي قولوا لي ممكن إيه الحاجات الحلوة اللي ممكن نعملها من هناك، فكروا وبعتوا لي، وأكيد إحنا هنساعدكم إن إحنا ننفذها. ننطلق من العالمين، طبعا شواطئ مصر لا تنتهي بجمالها، بدأنا أول الحلقة بشاطئ جليم أهو، رحنا للعالمين، رايحين دلوقتي لمرسى علم. مرسى علم بقى يعني الجمال، يعني يتقال عليها مالديف الشرق، ولكن أنا ليا كده تحفظ إن هي أحلى من مالديف، لأن جمالها وطبيعتها وسحرها برضو ليها طابع خاص جدا جدا، الواحد عمال ينتقل من شاطئ إلى شاطئ، فالحقيقة هي في منتهى الجمال وليها طبيعة خاصة بقى، طبيعة طبعا الحياة البحرية المختلفة اللي تقدر انك انت تنزل تشوف الدولفينز في رياضة الغوص، وانك انت تقدر تشوف كائنات بحرية مختلفة، حاجة في منتهى الروعة والجمال. يعني مصر تمتلك شواطئ سواء بحر متوسط أو بحر أحمر، حاجة يعني جميلة جدا جدا جدا، هبة من الله الحقيقة. تعالوا نروح لمبادرة، الحقيقة مبادرة رائعة جدا، مبادرة عملها شاب اسمه أحمد، هو من مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عمل مساعدة للناس إن هو إزاي يساعد الناس إنها تتعرف على معالم هذا المكان والأنشطة الموجودة فيها، وإزاي إن هم يقدروا يغوصوا وإن هم يركبوا المراكب وغيرها من الأنشطة اللي يقدر أحمد يساعد بها على تنشيط السياحة. أسس مبادرة تنشيط السياحة في المدينة، وقرر إن هو يعرف بها المصريين والأجانب، ويبدأ رحلات من داخل المدينة للزوار. تعالوا نتعرف على أحمد من مرسى علم. صباح الفل عليك يا احمد، احمد اللي عن تبلي، صح كده يا احمد؟ صح كده، صباح الفل يا استاذه داليا، وصباح الخير على مشاهدينك الكرام. صباح الفل، يا بختك برضو انت كمان يا احمد عايش في مرسى علم ومدينه الجمال والطبيعه والغوص، طبعا بتنزل تشوف الحياه البحريه بجمالها. يعني احكي لي احكي لي عن جمال مرسى علم الاول قبل ما اعرف مبادرتك. مرسى علم يعني مبدئيا من وجهه نظري كنز من كنوز الطبيعه. مرسى علم تمتاز ببيئة بحرية بكر وطبيعة صحراوية خلابة. مرسى علم وجهة سياحة مغمورة وكتير ما يعرفهاش، وخاصة السياحة الداخلية. طيب قول لي بقى ايه مبادرتك، ايه قصة المبادرة وبدأتها امتى؟ والله يعني انا بدأت مبدئيا مع طلاب المدارس، خاصة المراحل الابتدائية. ازاي نتعرف على البيئه بتاعت مرسى علم، ازاي نتعرف على الطبيعه اللي موجوده في مرسى علم، وطبعا ده من خلال التنسيق مع الجهات المختصه بالحفاظ على البيئه وجمعيات المحافظه على البيئه. ايه اللي انت كنت حريص عليه توصله للاطفال او لطلاب المدارس؟ ايه اللي حريص عليه انك تعرف بيه؟ يعني بما انك بتقول عليها كنز، فايه الكنز اللي عايز تنقله لاولادنا؟ يعني مرسى علم فيها كتير من المحميات اللي موجودة، فيها أماكن للدولفين، فيها أماكن للسلاحف، بالإضافة للشعاب المرجانية البكر، بالإضافة للطبيعة الخلابة بتاعت الشواطئ، فيها شاطئ تصنف من ضمن أفضل 10 شواطئ على مستوى الشرق الأوسط حسب موقع تريب أدفايزر، طبيعة خلابة. هي الطقس إيه دلوقتي هناك يا أحمد؟ يعني الطقس معتدل نوعا ما كده، يميل لنسبة رطوبة بسيطة. طب هي الصور اللي هي معانا على الشاشة دي صورك انت وانت جوه المية تحت المية؟ بالظبط، يعني بنزل بعصاية سيلفي وكاميرا وابدأ اصور الطبيعة تحت المية. انت اللي مصور السلحفة وانت اللي مصور الدولفينز والجمال ده كله؟ بالظبط، دي الصور يعني كلها. طب بما انك بقى بتتعامل مع الحيوانات البحرية والكائنات البحرية، احكي لي بقى طبيعة مثلا الدولفين ايه؟ طبيعة هذه السلحفاء ايه؟ والله يعني كلها طبعا حيوانات هادية، ما بتحبش اللي يضايقها، وخاصة السلحفة
فطبعا بنكون حريصين اثناء السنوركلينج مع السلاحف ان ما فيش حد يلمس السلحفه، نتفرج عليها من بعيد، نبدا نستمتع بالطبيعه واحنا تحت وبجمال السلاحف واحنا في الميه. طب ايه اللي بيختلف من مرسى علم رياضه الغوص مثلا؟ ايه اللي ممكن الاقيه مختلف لما اغوص في مرسى علم غير لما اغوص في الغردقه او في شرم؟ والله مرسى علم يعني طبيعه بكر، طبيعه بكر. اوكي، يعني حاجه بمعنى ايه الجمله دي؟ يعني بمعنى الشعب اللي فيها ما اتدستش كتير، بمعنى ان القائمين على المكان هنا بيحافظوا باقصى مجهود على الطبيعه بتاعت المكان، عشان يعني تدي رؤيه كويسه للي يجي يشوف المدينه. انا بشكرك جدا، بس قبل ما تقفل انت منين اصلا يا احمد؟ عشان انا من قبائل العبابده من مرسى علم. اوكي، مواليد مرسى علم، اهل مرسى علم. انا بحييك جدا يا احمد، وبحييك على تحملك المسؤوليه، لانه انت عشت في الطبيعه وشفت جمالها وشفت قد ايه ان الطبيعه بالكائنات البحريه من حقها انها توصل للناس بشكل صح وان محدش يأذيها، فانت قررت انك انت تبدا مع النشء الصغير انك انت توعيه وتعلمه، ودي مسؤوليه شاب عشق الطبيعه. فانا حاسه بيك قوي يا احمد، انا بشكرك جدا 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 وبحييك على هذه المبادره. وفعلا يعني جمال مرسى علم جمال مختلف جدا جدا جدا، هي ممكن تكون من المدن اللي يعني للاسف زي ما هو بيقول مش عليها يعني رجل كتير، لان ممكن تكون بعد المسافه، ممكن يكون مثلا الاقبال اكتر على بعض المدن الاخرى، ولكن مرسى علم اللي بيروحها ما بي يعني بيعشقها عشق خاص جدا جدا لهدوءها وطبيعتها وجمالها ورياضه الغوص هناك. فعلا اسمع، انا ما روحتش، بس انا من الاماكن اللي انا حطاها في دماغي ان انا نفسي جدا جدا ازورها قوي، يعني لانه زي ما انتم شايفين الصور، تخيل انت كده بتسبح مع الدولفينز بجمالهم بطبيعتهم مع السلاحف، فحاجه في منتهى الجمال. انا الحقيقه يعني عايزه اروح برضو مرسى علم اعمل تصوير برضو خارجي، انا نفسي اخد لفه كده مع الولاد اطفالي حبايبي، ان احنا ناخد لفه، وعلى حس الموضوع ده انا هتفسح اخدهم لفه كده في اسكندريه على مرسى علم على العالمين على شرم الشيخ على الجونه على الغردقه، وبعد كده الشتاء الاقصر واسوان. يعني انا هقرر اعمل كده ملف رحلات للولاد استغله ان انا اتفسح وازور مصر جميله، وفي نفس الوقت نعلم اولادنا اماكننا الحلوه جدا جدا، وتبقى دي في يعني في ذكرياتهم الحلوه. طيب بما اننا برضو احنا لسه مستمرين معاكم في يعني المعلومات او الحاجات الخاصه بالصيف، ولكن المره دي بقى هنروح لنصيحه طبيه. انه طبعا الصيف والحر بيخلينا احنا سواء لما بنسافر او هنا في النوادي بننزل للحمامات السباحه، وحمامات السباحه ربما ممكن تكون يعني سبب لأمراض جلدية أو عدوى، مية الكلور نفسها ممكن تكون مؤذية لبعض أنواع البشرة. طيب إزاي إن أنا أقي نفسي وتحديدا البشرة الحساسة وأطفالنا من فكرة البيسين، وإيه هي الطرق الوقاية، وهل في حاجات ممكن أنا أعملها قبل ما أنزل البيسين عشان خاطر الطفل يقي نفسه؟ ده هنعرفه مع الدكتور أمجد الحداد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير السادة المشاهدين والسادة اليوم. صباح الفل. في البداية دكتور عايزين نعرف إيه هي الأمراض المعدية اللي ممكن تنتقل عن طريق حمامات السباحة؟ طب خلينا نقول لو حمامات السباحة عاملة ضوابط خاصة بنسب كلور معتدله، بتغيير الميه بانتظام، بضوابط نزول حمام السباحه مثلا منع نزول الاطفال بالحفاظات وباجراءات احترازيه قويه، نسب الاصابه بالامراض المعدية بتقل بنسبه كبيره جدا. طب ايه الامراض المعدية اللي ممكن تنتشر عن طريق حمامات السباحه؟ حاجات كتير جدا من الامراض الجلديه مثل الحكه الجلديه المفرطه، الاكزيما، لارتفاع نسبه الرطوبه مع الكلور، مع وجود اي مرض معدي لشخص نزل حمام السباحه بدون اجراءات احترازيه وقائيه ممكن تنتقل عن طريق المياه. لو المياه دي ما بتتغيرش باستمرار، لو المياه دي نسب الكلور فيها مش معتدله، قد ينتقل عن طريق حمامات السباحه بعض الامراض الجلديه مثل الحكه والخراريج والاكزيما. ولكن لو طبقنا الاجراءات، يعني البنات لازم ننزل ببنيه الشعر، تغطيه الاذن والراس مهم جدا عشان مشاكل الراس والاكزيما والحكه الجلديه، وكذلك مش عشان دي بس، في حاجه اسمها اذن تباح، ودي دخول المياه لاذن الطفل او الشخص اللي بينزل العوم. بعد فترة المية دي بيبقى فيها نسبة فطريات، لو المية دي مش نظيفة أو تكرر نزول أكثر من شخص لحمام السباحة
تلك ما يسمى بالعدوى الفطريه، ودي تسبب مشاكل والتهابات في الاذن الوسطى. ولكن لو طبقنا المحاذير ان كل واحد ليه منشفته الخاصه عند خروجه، ما فيش حاجه اسمها تداول منشفه عامه، ان احنا طبعا دي اساسيات المنشفة. يا دكتور دي اساسيات. فبالتالي الضوابط دي مهمه جدا جدا جدا. على فكره واقي الشمس مش رفاهيه زي ما الناس متخيله، لا احنا بنقابل ما يسمى بحروق الشمس، بالذات الناس اللي بتنزل حمامات السباحه وقت الظهيره بنفاجئ بنسب حروق شمس وحساسيه واكزيما اكتر من البحر يا دكتور، صح؟ يعني يقولوا ان ميه الكلور يعني بتؤذي البشره اكتر لو انا نزلت البحر. بالفعل تفاعل الكلور والشمس على وجه الانسان بيزيد من نسب الحساسيه الضوئيه او الحراريه بنسبه كبيره جدا، عشان كده ان اما ننزل بدري في الصباح الباكر او ننزل بعد في وقت العصر، بلاش الظهر او وقت الظهيره. صحيح. ونستخدم واقي الشمس لانه مهم جدا، مش رفاهيه يا جماعه، واقي الشمس مهم جدا لحمايه جلدنا من حروق الشمس اللي بنشوفها بنسبه كبيره جدا. ممنوع نزول الاطفال بالحفاظات بتاعتهم لان دي تنقل البراز، قد ينقل بعض العدوات الفطريه والعدوات طبعا. وطبعا بعض اطفالنا اللي بيزوروا حمام السباحه خطا قد يتم بلع بعض المياه حمام السباحه، فبالتالي قد يصابوا بالنزلات المعويه، ده حاجه بالاضافه الى الحساسيه الجلديه ومشاكل الجلديه والعدوى الجلديه، قد يصاب بعض الاطفال بنزلات المعويه نتيجه بلعهم لبعض المياه اللي قد تكون ملوثه، وكذلك استنشاق احنا في تجمعات والعدوى التنفسيه قد تنتشر. كورونا الحمد لله من نعمة ربنا قلت بنسبة كبيرة جدا، ولكن التجمعات الشديدة جدا في حمام السباحة وخارج حمام السباحة قد تكون مؤشر لانتقال بعض العدوى. دكتور أنا معلش حضرتك قلت جملة إنه نسبة الكلور وكمان إن أنا أغير المية، أغير مية يعني أنا بشوف إنه المية بتتغير مرة في اليوم الصبح صح؟ ولا هي المفروض تتغير كل قد إيه؟ مش تغيير مية بس، ونظافة هي مرة كل يوم، ونظافة حمام السباحة اللي هي الأرض بتاع حمام السباحة يوميا، مش تغيير مية بس، النظافة والكلور وتغيير المية مهم جدا، وأرضية الحمام وكذلك الأسطح وكذلك المحيطين والسلالم وكل ما شابه ذلك بخصوص حمام السباحة وتطهيره مهم جدا، مش المية يعني أغير مرة في اليوم ده مناسب؟ مرة في اليوم مناسب مع كلور بنسب معتمدة مناسب مع تنظيف أرضية الحمام مناسب جدا، وكذلك الأسطح الخارجية لحمامات السباعة مهم جدا إنها بصورة يومية إن هي يتم نظافتها يوميا. وحاجة تانية يا دكتور اللي يعرف إنه عنده مرض، لأنه دي حاجة ذاتية بقى، لأنه هنعرف منين لو بني آدم نازل مية، هنعرف منين إنه عنده أمراض معدية، فهو المفروض يبقى عنده بقى هو نفسه يعني ضمير ذاتي. استاذ ضمير زي ما انت قلتي، انا عندي اي مشكله ممكن اقعد على المكان اللي اقعد فيه واتنضفه، ولكن ما انزلش الميه. نزول الميه قد يكون نذير بنقل عدوى للاخرين، بالذات احنا في الموسم دلوقتي حمامات السباحه مكدسه، قد يحدث احتكاكات داخل حمام السباحه والتلامس، فده مهم جدا ان يبقى في نوع من التباعد، نوع من النظافه الشخصيه. اطفالنا ما فيش حاجه اسمها طفلي انزله وخلاص انزله، لا انزله بالحفاظه، لا طبعا خطير جدا ان كده ينقل عدوى ستول وبراز في الحمام السباحه. طب في سؤال يا دكتور مهم، هل لو انا لبست مايو بكم ومقفول ده حيقي بشكل عام؟ بصي يقي بنسبه ما من الامراض الجلديه المعديه مثل الجرب وخلافه، ولكن دخول الميه لو الميه ملوثه هو لا يقي، يعني لو الميه نفسها، لكن لو هو هناك نوع من التلامس الجسدي داخل حمام السباحه قد يقي، ولكن نقله عن طريق الميه وفي امراض كتير ممكن يخترق يعني. قد يخترق في بكتيريا الليجونيلا، ودي بتعمل مشاكل تنفسيه وتيجي في الاماكن الحمامات السباحه اللي ما بتتغيرش ميتها وبتبقى فيها تراكم للميه كتير، لا بتنقل عدوى تنفسيه. صحيح. الكلوستريديوم وبعض البكتيريا بتنقل نزلات معويه، فبالتالي الوقايه والاجراءات الاحترازيه اللي بتتم، وطبعا الحمد لله كل الحمامات السباحه بيتم عمل قيود ليها ومراجعه دوريه، لو تم ذلك نسب انتقال الامراض المعديه بتقل بنسبه كبيره جدا. بشكر حضرتك الدكتور امجد الحداد عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. طبعا يعني الميه اكيد ليها متعتها سواء للكبار او للاطفال، بس يعني في ناس بتقعد بالست سبع ساعات في الميه، يعني بشوف كده لما بسافر تحديدا الاطفال طبعا يعني بتبقى مبسوطه بالميه وفرحانه فيها بيها، فبتنزل تقعد من الصبح لغايه قبل الشمس ما تكسر بحاجه بسيطه. فاحنا بنقول دايما انه لا، ما ينفعش الطفل يقعد في وقت الذروه اللي هو من 12 لاربع ساعات سواء بحر او بيسين. حاجه تانية انه ما ينفعش يقعد في الميه اكتر من ساعه او ساعتين ومتقطع كمان، لانه ده غلط جدا جدا على بشرته، هيلهب البشره هيؤذيه. ونصيحه اخيره او مش نصيحه يعني، هنقول انه الناس اللي عندها امراض معديه ارجوكم لو انتوا عندكم امراض معديه، احنا هنعرف منين او صاحب المكان هيعرف منين، فانت المفروض يبقى عندك ضمير ذاتي انك انت ما تنزلش الميه وتاذي الاخرين، زي ما كنا بنقول ان الناس اللي عندها كورونا يبقى هي من نفسها تقعد في البيت وتحمي الاخرين. فبالتالي ارجوكم، لانه الحاجات دي بتبقى مؤذيه ويعني بتاذي الاخرين، وممكن انت تخفي منها والاخر عنده مناعه اضعف من مناعتك فتؤذيه اكتر، يبقى في مضاعف اكتر. وربنا كده يعني يحمي الجميع من اي امراض يا رب. تعالوا بقى نروح دلوقتي الاخبار، اهلينا في المحافظات واحسن ناس. احسن ناس
تسألش ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه حضراتكم من جديد بأولى فقرات الحوارية الخاصة ب 8 الصبح. الحياة النهاردة معانا أولى فقراتنا فقرة طبية، ولكن فقرة طبية مهمة جدا من زاوية مختلفة، إنه فكرة إنك أنت لما بتشعر بأي ألم بتروح تاخد مسكنات على طول، ويا إما بتروح لدكتور متخصص بيديك العلاج، ولكن في حاجة اسمها الألام المزمنة اللي ممكن ربما يعني مش عارفين المصدر منين. طيب انا دلوقتي وانا في النقاش اللي ما بيني وما بين ضيفتي العزيزه قالت لي عن حاجه اسمها عيادات الالم. ايه دور عيادات الالم دي؟ جديده، مصطلح جديد بالنسبه لي انا تحديدا، ما اعرفش الناس تعرف ولا لا، بس الدكتور بقى هتعرفنا النهارده ايه دور عيادات الالم، اتوجه لها امتى، بتعمل ايه، بتساعدني ازاي كمريض، ايه انواع الامراض اللي ممكن تساعدني فيها. ده هنعرفه من الدكتوره اماني عزت، استاذه التخدير وعلاج الالم بكليه الطب القصر العيني. صباح الفل. صباح الفل، اهلا بيك. صباح الفل. في البدايه عايزه اعرف ايه هي عيادات الالم؟ انا بالنسبه لي مصطلح جديد وممكن يكون بالنسبه للكثير، عايزين نعرفهم ايه دور عيادات الالم. الاول عيادات الالم دي مش مصطلح جديد على فكره، هي بقالها سنين وسنين، يعني بره مصر من قبل 2000، نقدر نقول من الثمانينات، يعني موجوده بره لكن جوه مصر، وابتدينا في مصر يمكن قبل 2000 بشويه، بس ما كانتش واضحه قوي كده وما كانش دورها هايلايتد قوي، سبيشلي انه حصل تطور كتير، يعني من اول 2000 وطالع ابتدى يبقى فيه تطور كتير قوي في اساليب التشخيص وحتى في نوعيات الامراض وازاي نشخصها وكلام من ده. ايه دورها تحديدا؟ يعني بتعمل ايه لما اتجه لها امتى؟ بالظبط. عياده الالم هي عياده بيقوم بيها اساتذه متخصصين في علم علاج الالم، وغالبا دول مثلا تلاقي 95% منهم اساتذه تخدير. وليه اساتذه تخدير على وجه الخصوص؟ لانه عادة لما الألم يبقى مزمن ومزرجن كده ومش راضي يتعالج كما ينبغي، بتحتاجي غالبا إجراء تداخلي، وإجراء تداخلي غالبا بيبقى حقن. أكتر ناس بارعين في أنهم يمسكوا إبرة ويحقنوا حاجة هم أساتذة التخدير، ولذلك بقى الساب سبيشاليتي أو تخصص تحت تخصص تاني اللي هو التخدير. بيتحقن إيه بالظبط؟ خلينا نمشي بس الأول خطوة خطوة. امتى مين العيان اللي يروح لعياده الالم؟ يعني هو مش كل واحد هيقول اي هيجي عياده الالم طبعا. لا، المريض اللي عنده مرض مزمن وخاض في كل العلاجات العاديه، العلاجات الدوائيه، ويمكن يكون كمان عمل عمليه، وما بعد العمليه لسه في الام، ده اللي تتجه لعياده الالم. كمان في بعض انواع الالام المزمنه غريبه شويه، يعني تلاقي الدكتور محتار، وده مش بيضحك على العيان، احيانا يقول له انا مش عارف ايه، يعني أنا عندي الأشعة كويسة ما فيهاش حاجة، أنت ليه موجوع؟ في بعض الأحوال في أمراض علاج الألم فيها صعب شوية، لما يكون سبب العلة هو الجهاز العصبي نفسه. يعني في مثلا يمكن سمعتي عن حاجة زي الحزام الناري، الحزام الناري عبارة عن فيروس، الفيروس ده بيشبط في راس العصب. فده هتجيبيه إزاي؟ وهو فيروس بسيط وموجود عند كل الناس، لكن نظرا لأن مناعة المريض ده على وجه التحديد قليلة، هو اللي جاله الحزام الناري. في الحالة دي بيبقى التشخيص والعلاج في مرحلة معينة بيحتاج تدخل أو إجراء تداخلي من دكتور علاج الألم. طيب أنواع الأمراض، يعني هقول لحضرتك بعض الأمراض الشائعة في وسط الناس، أمراض العظام، أمراض الفقرات، أمراض المعدة، أمراض العصب، يعني إيه أنواع الأمراض، أمراض السنان اللي ممكن ما يبقاش واحد عارف إيه هو، يعني إيه النوع المرض أو الألم اللي أتجه بيه على عيادة الألم بعد ما أنا أخدت إجراءاتي مع الطبيب؟
اول حاجه حضرتك قلتيها وهم دول الغالبيه العظمى من الناس اللي بيترددوا على عياده الالم اللي هم امراض العمود الفقري، والعمود الفقري من اول الفقرات العنقيه لحد تحت، هو مش بس الظهر من تحت، ده ايفن في الفقرات الصدريه في نص الصدر كمان. أوكي. ممكن يبقى فيه اوجاع، دول بيمثلوا الحقيقه مجموعه كبيره جدا جدا من الناس اللي ممكن نساعدهم الى حد كبير ونحسن لهم وضعهم وحياتهم. امراض الاورام الحقيقه مرضى الاورام كتير منهم في المراحل الاولانيه عدد لا باس بيه، بيبقى محتاج بيبقى عنده الام شديده، ومش دايما الالم ريليتد للورم نفسه، احيانا الاجراءات العلاجيه نفسها بتوجع. يعني احنا عارفين العلاج الكيماوي والعلاج بالاشعاع الاثنين بيعملوا التهابات في الاعصاب فبيوجعوا المريض، ويبقى المريض مش فاهم هو ليه الوجع وحش قوي كده ومخضوض متخيل ان الورم عمال يزيد، واقع الامر لا هو بيتحسن لكن الوجع جاي من الاجراءات العلاجيه، فلازم في حد بارالل ومساعد للدكتور المعالج. وهنا بقى في تنسيق مع الطبيب المعالج بالتاكيد بالتاكيد، يعني بتتواصلوا مع الطبيب طبعاً المعالج وبنكلمه وبنعرف المريض في انهي مرحله وبياخد ايه وكلام من ده. طبعا المراحل المتاخره ده عنصر اكتر من 70% منهم بيعانوا من الالم متاخر اصلا. دول الناس يعني وحتى لو يعني قطعوا مشوار كبير في العلاج بس يعني الحاله بقت متاخره، دولت بيحتاجوا الحقيقه في العلاج التلطيفي او في العلاج المساعد. العلاج التلطيفي اللي هو الباليتيف كير ده مش تبعنا لكن الالم جزء اساسي فيه. طيب سؤال بقى، هل الحقن اللي حضراتكم بتدوها دي حقن مسكنات زي الحبوب اللي احنا بناخدها اللي بتسكن الالم وبعد فتره يرجع تاني؟ لا بصي احنا بنحقن ايه؟ الاول نتاكد من التشخيص ونشوف الاشعاعات ونكشف على المريض كلينيكالي، لانه احيانا كلينيكيا عينك تلقط حاجه يمكن زميلك ما خدش باله منها. تمام. سبيشالي ان المرضى اللي بيجوا لنا احنا مش بيجوا لنا اول حاجه، فاحنا متعودين ندور على الحاجات الغريبه. يعني احنا العادي بتاعنا ان احنا نعرف ندور على الحاجات الغريبه. اوكي. وبنشخصها. حلوة دي. فبيجي المريض يتشاف الاول ويتراجع كمان هو خد ايه علاجات. احيانا كتير العيان عندي يجي بس اكتشف انه ما خدش علاج كما ينبغي، يعني واحد الفقرات تعبانه وعمال يرزع في فيتامينات، هتعمله ايه الفيتامينات؟ مش هتعالج، هي بتحسن الوضع الوظيفي للعصب لكنها مش علاج، يبقى هو ستيل ما خدش علاج. فانا من وجهه نظري برجع تاني اديله ولو جزء علاجي عشان اتاكد ان هو خد كل الفرص اللي المفروض يكون خدها في العلاج. يعني الحقن دي مؤقته ولا بتحسن الحياه وبتقلل لي ألمي اللي انا عايش بيه؟ الحقن في الحاله دي احنا بنحط غالبا مخدر موضعي ونوع من انواع الكورتيزون الموضعي طويل المفعول، والكورتيزون مش مسكن، الكورتيزون هو مضاد للالتهاب. الناس بتتضايق منه وبتقلق سبيشالي في مصر لانه سمعته لا ده حاجات كتير ممكن تحصل، بس هو الكورتيزون بيعمل ده لما يتاخد بالبق او بالعضل لفترات طويله، لكن اللي احنا بنحطه عامل زي بتاع القطرات زي بتاع الكريمات بتاعه الجلد، هو موضعي ولذلك احنا بنحطه جنب مكان العله جنب راس العصب او جوه المفصل اللي تعبان. والفورمولا اللي احنا بنستخدمها او نوع الكورتيزون اللي احنا بنستخدمه طويل المفعول، يعني في المتوسط بيقعد كذا اسبوع يمكن 3 أسابيع في مكانه، فكاني خدت كورس علاجي قوي جدا 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 من غير او باقل القليل من السايد افكتس. في الحاله دي بقى ما بيحصلش اللي حضرتك بتقولي عليه، لا بيتنفخ العيان ولا بتاع. يمكن مريض السكر هو اكتر واحد بنحب نامنه حبيب. شويه ونقول له خلي بالك اول 3 أيام بعد الحقن اقرص على نفسك شويه في الاكل، خلي بالك قوي ولازم تراقب السكر. طيب لانه ممكن يرتفع شويه. طيب قبل ما نروح لجزء بتاع امراض السكر والضغط، دي امراض مزمنه وحضرتك قلتي وجع مزمن، فهنروح لهم ممكن نشوف ليه علاقه بعياده الالم ولا لا، ولكن هل الكورس اللي انا باخده مستمر في حياتي خلاص بقى ده الروتين لايف بتاعي، ولا باخد بارت اوف يعني جزء من حياتي وقت الحقن دي؟ لا مش المفروض انك تفضلي على طول على طول، هو في يعني مدرستين، المدرسه الاوروبيه القديمه كانت بتقول انك احقن المريض 3 مرات وباك تو باك وفرق مثلا 3 أسابيع ما بينهم، الحقيقه الكلام ده بطل، ما بقيناش بنعمل كده، احنا بنتدخل وبنحقن ولو مره واحده، ولو الوجع اتحسن 50% ووظيفيا ابتدى المعيان يتحرك بنقله على طول للمرحله اللي بعديها اللي هي اعاده تاهيل العضلات. ايه اعاده تاهيل العضلات؟ انه لازم يتحط على برنامج اكسرسايز وعلاج طبيعي، والتمارين دي بتقوي العضلات فبتخلي بقى الموضوع يتحسن اكتر. وبقول دايما للعيان لو عايز ما تشوفش وشي تاني لازم تفضل تعمل التمارين، والتمارين حاجه لطيفه كلنا محتاجينها. طيب مرضى السكر والضغط ودي امراض مزمنه والام مزمنه وبيضعفوا امراض اخرى،
هل ليهم يعني دور عادات الألم في علاج حاجات معينة؟ بالنسبة للضغط محتاج انه لازم يبقى كنترول، يعني هو حتى لو حصل ألم ما بعد ضغط عالي غالبا ليه سبب تاني، يعني غالبا الضغط عمل مشكلة تانية، فالأساس ان المريض يتعالج من الضغط كويس قوي مع الدكتور المباشر. لكن يمكن مرضى السكر عندهم دايما التهابات في الأعصاب الطرفية، بعضهم بيلجأ لعيادة الألم لما يغلب قوي بقى ويبقى الوجع فظيع، بنحطه على علاج دوائي مساعد وبنقوله على الاكسرسايز، وفي اقل يعني الحدود الحقيقه بنتدخل بالحقن بالنسبه لمرضى السكر، لان الموضوع بالنسبه لهم بيبقى شويه سخيف، واتس باتر من الاول ان هم ما يوصلوش للمرحله دي، وان هم من الاول لازم يبقى في كنترول دائم للسكر. ما فيش حاجه اسمها انا عندي سكر خفيف اصل انا بسقط في العلاج. السكر ده انا بالنسبه لي بقول دايما لازم ناخد بالنا منه، لان هو بيضاعف بالظبط الاشياء الاخرى وتعويره بيضعفها بالظبط. طيب ايه اماكن بقى عيادات الالم في المستشفيات الحكوميه؟ مستشفيات وزاره الصحه كبيره فيها، زي ايه مثلا؟ يعني معهد الناصر مثلا في عياده الم كويسه قوي. اوكي قوي. عندك معاهد الاورام كلها، يعني معهد الاورام قومي طبعا اللي هو تبع جامعه القاهره، وعندك معاهد الاورام في طنطا، في معهد اورام، في محافظات كتيره فيها عيادات الم. طبعا القصر العيني وكل الجامعات الكبرى فيها عيادات الم اللي هي بتغطي مرضى الاورام والامراض الثانيه. فحضرتك بتنصحي دلوقتي اللي عنده مرض مزمن يجي العياده معاه تحاليله واشعته بالزبط. وحالته، وهيتم التواصل مع الطبيب وهيتم اتخاذ بقى الاجراء اللازم. هي مش مكان اقعد فيه، هو مكان بروح ازور وامشي. بتروحي تزوري وتمشي، او بيزوروا المريض ويمشي او لو هيعمل اجراء تداخلي ده بيتعمل في اوضه عمليات كحاله نهاريه، يعني يدخل يتحقن، وغالبا الحقن ده بيتعمل تحت بنج موضعي ويخلص ساعه ساعتين يخرج يروح. وبعد الحقن 95% من الحالات بعد الحقن دي اقدر امارس حياتي الطبيعيه ولا محتاجه ان انا ابقى قاعده في البيت؟ يعني المفترض انه المرضى من تاني يوم ينزلوا شغلهم، يعني لو المريض بيروح شغله من تاني يوم ممكن ينزل شغله. لكن بعض المرضى بيبقوا حالتهم وحشه خالص وجاي، يعني في ناس بتيجي بالاسعاف فما تتخيليش ان ده تاني يوم هينزل شغله. طبعا لا، انا بتكلم عن الكيس اللي هو اللي هيجي على رجله وهيكشف عادي، ده يقدر ممكن تاني يوم من تاني يوم يمارس حياته على طول. مش عايزه اقول لك ان في ناس كمان ممكن على اخر اليوم لو وراه حاجه بتاعنا بس لا، عاده بنديهم كده يعني راحه يومين ثلاثه ونقول له تيك ات ايزي، مش بالسرير، يعني ما تقلش على نفسك. بشكر حضرتك كتير جدا ان حضرتك عملت لنا توعيه الحقيقه بهذه العيادات، لان عيادات مهمه جدا جدا، ممكن بعض الناس او معظمهم ما يبقاش عارف الدور تحديدا، فحضرتك بسطتيها لنا وعرفتينا. الدكتوره اماني عزت استاذه التخدير وعلاج الالم بكليه القصر اطباء القصر العيني، بشكر حضرتك جدا جدا، سعدنا بوجود حضرتك. شكرا. وانتظرونا بعد الفاصل واستكمال فقرات 8 الصبح. رجعنا لحضراتكم من جديد مع قصة بطولية الحقيقة. بطلنا النهاردة رفع اسم مصر في إحدى البطولات العالمية، بطولة السباحة كابري نابولي. بطل مصري حصل على هذه المركز الثالث بعد 10 ساعات تحت المية لمسافة وصلت ل 36 كيلو متر، حصل على هذه الجائزة أو هذا المركز الثالث، طبعا تحت قيادة بقى الكابتن الخاص بيه تحت إشراف السباح المصري خالد شلبي. صباح الفل عليكم ومبروك، وده أكيد لمصر كلها طبعا، مبروك لمصر. فخورين بيكم. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل. بس أنا عايز أبدأ الأول يعني إيه بالمصدر الرئيسي للبطولة، لأنه أكيد لولا إشراف حضرتك وتوجيهاتك ما كانش أحمد وصل. برحب طبعا بحركة الكابتن السباح طبعا خالد شلبي. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. في البدايه بقى عايزين نعرف ايه هي البطوله دي، ويعني ايه مصر ما كانتش يعني اول مره تشارك فيها بعد 48 سنه؟ بطوله كابري نابولي هي من اقوى البطولات العالميه لسباحه المسافات الطويله. ومصر كانت متسيده السباحه الطويله في العالم كله، وكانت بالذات كابري نابولي كانت من اهم السباقات الدوليه، وكان فيها طبعا بيمثلنا فيها الكابتن عبد اللطيف ابو هيف وعبله خيري وناس كسبوا فيها؟ كانوا كسبين البطوله دي، وكانت تحت اشراف جريده الماتينو الايطاليه ومع اتحاد السباحه المصري في هذا الوقت. اوكي. ومصر كانت متسيده وكانت كل سنه موجوده هناك مع بعض الدول العربيه، وفي كابري حاطين صور السباحين المصريين على الحيطان هناك، لان هم كانوا مثال شرف لايطاليا كلها ان يكون في عبد اللطيف ابو هيف وفي المصريين موجودين هناك.
فنحن نرجع بعد 48 سنة ونرجع ونبقى قوة نعمل بلدنا علشان نرجع تاني مع المصريين اللي في الخارج. كان في تجمع مصري جميل جدا هناك من بيت العيلة المصري في لندن واتحاد الكيانات المصرية. هي بتقام فين هذه المسابقة؟ البطولة بتقام في إيطاليا. في إيطاليا؟ من جزيرة كابري لجزيرة نابولي لنابولي. نابولي دي في جنوب إيطاليا. أوكي. وكابري دي جزيرة في وسط البحر. بنروح للجزيرة بتاعت كابري عشان نبتدي منها 36 كيلو لغاية ما نوصل لنابولي. أوكي. إيه علاقة لندن بالقصة؟ المصريين في أوروبا عامة كلهم متحدين. بمعنى لما عرفوا أنه في مصريين جايين بيمثلوا مصر راحوا على إيطاليا. من إنجلترا لإيطاليا تجمع مصريين جميل جدا جدا. الله. في حب البلد. فكان احنا مش اتحاد رياضي ولا لجنة أولمبية. احنا مصريين عاديين جدا بنحب بلدنا، لينا هدف، لينا رسالة ان احنا نحط اسم مصر تاني على خريطة السباحة الطويلة في العالم من خلال ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء، وندمج بينهم عشان نبين حضارة مصر وان احنا ناس متحضرين وبنعمل حاجات جديدة نعلم العالم كله كيفية الدمج ما بين الأصحاء وذوي الاحتياجات. احمد باشمهندس احمد عنده عين يمين 3/60 وعينه الشمال 6/60، ودي نوع من انواع الاعاقات في النظر، انه ما بيشوفش كويس وما بيشوفنيش كويس اثناء السباحه. اوكي. فطبعا بيحتاج مجهود مضاعف علشان يوصل للحته دي. فالحمد لله مع الدكتور اشرف صبحي وزاره الشباب والرياضه بيرعانا ادبيا في كل حاجه بنعملها، لان الراجل ده ليه فكر جديد في وزاره الشباب والرياضه ان يحط اسم مصر في خريطه العالم كلها، ونرجع امجاد مصر القديمه بتاعت عبد اللطيف ابو هيف وعبله خيري والشاذلي والناس دي كلها عشان نرجع من تاني. انا عرفت ليه هو خد مركز. حماس حضرتك اكيد وصل له اثناء التمرينات. احنا يعني بنحب بلدنا مش اكتر. والله انا وصل لي، يعني انا وصل لي الاحساس الحماس ده. فمتخيله انه لو احمد بقى الكابتن احمد اللي كسب المركز الثالث اكيد الحماس ده وصل لك من طبعا من الكابتن خالد. احكي لي بقى عن استعداداتك وازاي بقى انت قدرت توصل لتحت المية 36 كيلومتر وقعدت 10 ساعات، يعني احكي لي رحلتك. إيه والله احنا بدأنا معسكر بمدينة الغردقة بقالنا 6 شهور. كان في الغردقة. في الغردقة كان تحت قيادة الكابتن خالد. المعسكر ده تقريبا كان فيه كل حاجة، مش موضوع اللي انا انزل اعوم اتمرن وخلاص، مش موضوع اللي انا العب البدني اللياقة البدنية الفتنس وخلاص، في اعدادات نفسية، في تغذية، في نوم بميعاد، يعني كل حاجة محسوبة بوقت اللي احنا نستعجل. التزام كامل. التزام كامل. ثانيا تشجيع كابتن خالد، يعني كابتن خالد دايما اللي احنا مشجعنا اللي احنا لازم نرجع تاني، لازم نثبت نفسنا ونرفع علم مصر تاني. الحاجات دي كلها كانت بتدينا دافع وهدف اللي احنا رايحين نعمل تارجت، اللي احنا ان شاء الله رايحين نرفع اسم مصر، وكمان ما نعملش اللي هو تمثيل مشرف اللي احنا مجرد اللي احنا نشارك وخلاص، لا احنا عايزين نكسب كمان، وهدفنا اللي احنا نكسب. فالحمد لله بفضل ربنا الحاجات دي كلها، وطبعا قبل كل حاجه هي ربنا سبحانه وتعالى، عشان هي سباحه وبتحدى طبيعه ربنا. فكابتن خالد دايما قال لي لازم، يعني اللي هو نبقى دايما عارفين اللي هي ربنا سبحانه وتعالى، ولازم نبقى قريبين من ربنا سبحانه وتعالى عشان ده اللي هيوصلنا. يعني زي ما كابتن خالد كان بيقول 90% ربنا سبحانه وتعالى و10% تمرين وجهد مننا. فهي دي الفكره. فعملنا كل الاحتياطات طبعا، اللي احنا كنا بنقابل طيارات صعبه، فكنا بنتمرن طبعا في ظروف فيها طيارات. طبيعه الميه هناك كانت ايه؟ الطيارات الميه او سرعه الموجه كانت بتبقى، كنا بنعوم ضدها، فدي طبعا لوحدها كاننا بنعوم في مكاننا. ده مشكله جامده. بتدفعك للعكس وانت عايز تعوم هنا كده وهي كده. بالظبط. فدي احنا كنا بنحاول برضو من الحاجات اللي كابتن خالد حاططها في الحسبه اللي احنا لازم نتمرن عليها كويس جدا. تاني حاجه درجه حراره الميه كانت 31 درجه، الميه كانت سخنه جدا، الاكسجين كان قليل، يعني كان بيجي وقت انا بتنفس بالعافيه الهواء قليل جدا. فدي حاجات برضو كنا بنتمرن عليها والكلام ده كله علشان نبقى عاملين كل حاجه. او كنت دارس الطبيعه وانت رايح؟ يعني مش انا اللي دارس، هو كابتن خالد يعني يعني عامل دراسه طبعا، عرفك بالطبيعه وقال لك ان السوق ميه سخنه. اتمرنا عليها كمان. كمان اتمرنا عليها. احكي لنا يا كابتن على فكره اعداد بطل بقى، واكيد مثلا لو هو رايح يعوم في مكان غير مكان اخر، غير يعني كل بحر او كل مكان ليه طبيعته طبعا. فازاي عديته انه درسته المكان بطبيعته، هل هو حر هل هو برد، وعديته ازاي وحطيته في بيئه مماثله؟ يعني احمد عدى المنش السنه اللي فاتت.
الله. من انجلترا لفرنسا في 13 ساعه و59 دقيقه. يعني ده مش اول انجاز ليك يا احمد، ده احنا معانا بطل هايل. والحمد لله برضك انه عمل رقم جامد جدا، وعام 65 كيلو سباحه متصله بدون توقف. ورفع علم مصر في فرنسا في مدينه ويسان على الخليج هناك، وكانت من ضمن الانجازات اللي تحسب لمصر في العالم للمسافات الطويله. وبرضك كان تحت اشراف الدكتور اشرف صبحي شخصيا، كان متابعنا واحنا في المركب واحمد بيعوم، متابعه مصريه ومن المصريين في الخارج. ما تعرفيش قوه المصريين في الخارج. لا دول عايزين الحقيقه كلمه في الختام كده، هقول لهم كلمه حلوه. دول كنز ذهب، ذهب لمصر بره الحقيقه يعني. طيب حضرتك بقى كمسؤول وككابتن في اعداد بطل وان هو يروح بطوله في الشتاء، بينزل في درجه حراره ميه 9 مئويه، بجربه في 9 مئويه، هو عام في درجه حراره ميه 15، انا خليته يعوم في الشتاء في الغردقه في درجه حراره 9 مئويه مخصوص، ويقعد فيها 6 ساعات بدون توقف عشان يبقى كواليفايد او يبقى عنده القدره انه يقعد بعد كده المسافه الطويله اللي هيقعدها في درجه حراره ميه 15، فنزلته في درجه حراره ميه 9 واتمرنا عملنا. بس هو قعد في 31 المره دي. لا ما انا بقول لك المنش كان حاجه فكبير. لا انا بتكلم على 31 بقى. نزلنا بقى في الصيف هنا طبعا عندنا الميه في الغردقه، البحر جميل طبعا ودرجه الحراره بترتفع وبتنخفض والتغيرات المناخيه اللي بتحصل غيرت الاجواء كتير، فعملنا الاختبارات كلها في الصيف، وانا درست من كابري النابولي هنمشي ازاي والتيارات في الوقت ده بتبقى عامله ازاي، خريطه واستراتيجي. وبننزل عارفين احنا بنعمل ايه وازاي نمشي ضد التيار وازاي اطلع بالمركب عشان اعمل له حاجز لي ضد التيار وهو ماشي. ده اثناء رجوعكم المطار؟ ده في مطار سفينكس هنا في الجيزه. واحنا راجعين من ايطاليا الشعب المصري كله كان مستنينا الحقيقه، حاجات جميله، ناس جايين يعني حب ومحبه يعني. طيب احمد برضو انت كان مين المنافسين بتوعك؟ يعني كان كام دوله؟ انت مركز الثالث من كام دوله؟ كنا 8 دول تقريبا او اكتر، مش فاكر العدد يعني بالظبط. كنا 61 سباح. طبعا يعني انت الثالث من 61 بالظبط. اوكي، في سباحين من ايطاليا، في كان من امريكا، في من السويد، في من جميع انحاء العالم يعني. اوكي، في من دول كتير. وهي سنويه المسابقه دي؟ هي سنويا بالظبط. اوكي، يعني المره اللي جايه بقى انت هتشارك ولا ما ينفعش لازم حد تاني؟ لا عادي ممكن اشارك المره الجايه. يعني عايزين المركز الاول ان شاء الله كابتن احمد. ان شاء الله. يعني الثالث طبعا مبروك واكيد بحييك عليه. عشان كنت اصغر سن في البطوله. والله والله كنت 22 سنه، ده اصغر سن في البطوله. وطبعا في ناس حتى من الاجانب يعني بيقول كابتن خالد هو صغير اللي هو يعوم ده انت جايبه ليه، بس هو قال احنا ان شاء الله قدها وان شاء الله هنعمل حاجه وهنثبت لهم اللي احنا نقدر. طب احساسك ايه انك انت بعد 48 سنه بتشارك في مسابقه كان اخر حاجه فيها بطل مصري عالمي ابو هيف يعني او ابطال مصريين، وان انت بتتحط على الخريطه امتداد؟ هو الاول بصراحه احساس توتر عشان مسؤوليه، اللي انا شايل مسؤوليه اللي انا نفسي ارجع تاريخ مصر تاني في السباحه الطويله في كابري نابولي، فكان في توتر شويه، واللي انا مش عايز ان انا اروح وخلاص او اطلع يعني مركز كده وخلاص، لا انا عايز اعمل حاجه علشان يعني يبقى ارجع اللي هو امجد كابتن عبد اللطيف ابو هيف والناس بتاعه زمان، مش اللي يروح يقول لا المصريين جايين بس ضعفه مش اقوياء. فدي كانت من الحاجه اللي انا كان نفسي اعملها. بس بدات انزل الميه، وطبعا كابتن خالد على المركب بيبقى واقف ما بيسيبنيش لحظه وبيحمسني كل لحظه يلا يلا قدها. انا لسه متخرج الترم ده كليه هندسه. يعني انت الاثنين بالتوازي مع بعض الحمد لله. كابتن يعني هو لسه كان بيقول ان حضرتك بتقف على راس المركب وتقعد تشجع، واللي انا عايزين لحظة. نقول ما بقى بس حاجه لحظة. انه حضرتك اصلا بطل سباحه وبطل من اصحاب الهمم، بطل سباحه بيد واحده. انا اول سباح يعدي البنش سنه 83 في 16 ساعه و22 دقيقه بدون توقف. الحمد لله السباح الوحيد في العالم لغايه دلوقتي اللي عمل الانجاز ده يعني الحمد لله. يعني بقوه وبعزيمه وباراده. الحقيقه بصي الاراده والعزيمه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى صدقيني. بدات ازاي؟ يعني ممكن حضرتك تكون قصه نجاح وامل لاطفال صغيره اصحاب همم، وفكره برضو عايزه في وسط كلام حضرتك تقول اعداد بقى دلوقتي بطل من اصحاب الهمم في السباحه يعني. أيوه. فعايزه ابدا مع حضرتك من قصتك اللي هي هنقول الخاصه للعام. تمام. هو انا اتربيت من صغري ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل وما فيش حاجه اسمها معوق او ما فيش حاجه اسمها ذوي الهمم، احنا كلنا متساويين. صحيح. كلنا واحد، قادرون مبدعون قادرون مع بعض عشان نعمل تنميه مستدامه. انا اتربيت في بيئه صحيه جدا جدا،
محدش حسسني ابدا ان انا عندي حاجه. قمت سباحه ولعبت هاندبول وعزفت جيتار وعزفت بيانو وخدت ماجستير محاسبه تكاليف، وكنت الحمد لله مرشح ان انا بقى حاجه كويسه جدا في فتره التعليم بتاعتي. الله. وانا مش معوق، لا. لا انا سليم، انا بعمل كده. محدش قال كده خالص. الحمد لله. بالعكس، الاعاقه الحقيقيه اللي بيعوقني عن تنفيذ الانجاز. لا، هي الاعاقه الحقيقيه في تفكيرك. صح. ان انت ما بتحبش الناس، ما بتحبش بلدك، ما بتحبش ان انت تساعد. صحيح. دي اعاقه في حد ذاتها. قلبك ما بيحبش، عقلك بيفكر وحش ناحيه الناس اللي حواليك. ده الاعاقه الحقيقيه. يوم ما هنحب بلدنا كلنا هيبقى ما فيش حد معوق في مصر. طب ازاي انقل ده بشكل تكنيكال وروحيا للجيل الصغير؟ للجيل الصغير لازم القيادات اللي تبقى موجوده واللي هتمسك واللي هتتعامل مع الاولاد دول لازم يكونوا فاهمين ان احنا لازم ندمج ما بين ذوي الهمم والاصحاء علشان نعلم الناس ثقافه التعامل مع ذوي الهمم. عشان نحسسهم ان هم فرد سليم في المجتمع، عشان التنميه المستدامه اللي بتهدف ليها الدوله دلوقتي في 2030 نوصل ان احنا كلنا نبقى واحد. انت اتدربت كام ساعه بقى في اليوم وانت صغير؟ مين شجعك؟ يعني عايزين نعرف. الاب والام هم الاساس. الاب والام. الاب والام هم الاساس. بتتدرب كام ساعه في اليوم؟ كام ساعه في الاسبوع؟ بتعمل ايه؟ حياتك ماشيه ازاي؟ 3 ساعات الصبح و3 ساعات بعد الظهر، ومذاكره في النص، وحب الناس حواليك لما بتشوفك ان انت بتعمل ولو بروفايل، يعني باصص تحت وبتحب اللي انت بتعمله، بتلاقي الناس كلها بتتكاتف حواليك. أوكي. طول ما انت اخلصت النيه جواك هتلاقي في ناس هتحن عليك وهتطبطب عليك وهتقول لك تعالى. وحب تنقل ده بقى للجيل الصغير اللي زي احمد. عملنا مع احمد، وعملنا قبل كده مع سباح من داون سيندروم قبل كده السنه اللي فاتت في تتابع، برضك عملنا تتابع مع سباحين من المانيا وسباحين مصريين، وعملنا 12 ساعه. والسنه دي ان شاء الله عاملين حاجه جميله جدا. ايه بقى؟ عاملين الكتيبه 101 سيب لسباح من ذوي الهمم على كرسي متحرك، هيشترك في تتابع العبور المنش، مصاب خدمة عسكرية، عنده 28 سنة، اسمه هيثم عادل. السباح ده إن شاء الله معايا ومع كابتن شروت حافظ اللي بتساعدني، السباحة الأولمبية العظيمة، مشتركين، وأحمد وسباحة من المجر. هيشارك في التدريب؟ لا، هيشارك في العومة. في العومة تتابع. يعني كل سباح ينزل يوم ساعة. عاملين التتابع باسم الكتيبة 101 سيب اللواء خالد توفيق. دي تمجيدا لجيشنا، وتمجيدا للناس اللي وقفوا عشان يحموا بلدنا. وتمجيدا للراجل اللي اصيب، ست اللواء خالد توفيق، ده حاجه مثل عظيم جدا جدا. اصيب في دراعه، وحاجه تشجع. هيتم التدريب ازاي؟ التدريب شغال. التدريب شغال اوريدي. ممكن حاجه تعملها فيجواليزيشن او احنا بننزله. علمناه ازاي الاول يعوم في ميه ساقعه، خدته في الغردقه قعدته 6 ساعات في درجه حراره ميه 9 وعام، هو اثبت وجوده، ودلوقتي بيتمرن في نادي التوفيقيه كل يوم مع الكابتن شروت حافظ. وبنك سايب بيدعمنا. احنا عايزين نكون احنا اول ناس نصور التدريب ده لو يسمح. يعني ده انتوا تنوروا الدنيا وتشرفوها، لان الدي ام سي هي مناره. انا بعتقد ان انتوا مناره الاعلام. أشكر في مصر والله فعلا الحقيقه. أشكرك. يعني حتى مع كل الزملاء اللي موجودين. لا، احنا عايزين نيجي نصور قصه النجاح دي ونشارك فيها ونوريها للناس، لانها هتبقى رساله قويه جدا جدا ومتعدده الاهداف. فانا بحييكم عليها جدا جدا. طبعا احنا بنحب بلدنا وبنحب جيش بلدنا. طبعا. وعايزين نعمل حاجه كويسه. ربنا يا رب يكرمكم دايما كده بحماسكم الحلو وعزيمتكم وارادتكم. احمد، يعني يا بختك بكابتن خالد ان انت طول الوقت قاعد معاه وبتتعلم منه. قول لي بقى يا احمد، انت خطوتك اللي جايه ايه؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ والله يعني انا ان شاء الله يعني ناوي طبعا اتخرجت، فابدا اركز برضو في الهندسه وكده. بس انا عايزه اديك تدي رساله للاطفال، لانه تقدر تتفوق دراسيا وهو خريج هندسه، وفي نفس الوقت عارف تبقى بطل في السباحه عشان خاطر الاولاد اللي ما بيعرفوش يظبطوا وقتهم. والله الفكره كلها يعني تظبيط مواعيد، وممكن اضحي بحاجات صغيره زي اللي انا اخرج كتير الكلام ده. السوشيال ميديا والجيمز ممكن ايه يعني، لو يعني هشيل بس ايه ساعه من هنا وساعه من هنا في الخروج اضحي بيهم واشتغل على نفسي. بس الاول قبل كل ده لازم احدد هدف، عشان طول ما في هدف طول ما نعرف اتحرك. فهي دي الفكره. انا هدفي في السباحه اللي انا ان شاء الله عبر السبع بحار زي ما وعد سياده رئيس الجمهوريه، كرمت شهر 12 اللي فات من سياده الرئيس. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدت له ان شاء الله اعدي السبع بحر. انا عديت المنش لسه ان شاء الله 6، فان شاء الله اعدي 6 التانيين واعمل انجاز لمصر، يبقى لاول مره في التاريخ.
وفي نفس الوقت ركز في هندسه. والتكريم ده اكيد مسؤوليه ليك طبعا. انت طبعا خلاني اللي انا هدفي يبقى مركز عليه اللي انا اشتغل عليه اكتر وكده، وفي نفس الوقت ان شاء الله مركز في مجال الهندسه والشغل، واللي انا ابدا اللي انا اشوف سوق العمل. مهندس ايه؟ مدني. مدني. بحييك جدا جدا يا احمد، ومبروك الف مبروك ومزيد من التفوق والانجازات في عالم السباحه وايضا الهندسه. بشكر بقى حضرتك شكر خاص كابتن خالد شلبي، لانه حضرتك يعني نقدر نقول انه احمد خير سلف لخير خلف، لانه دايما بنقول انه تواصل الاجيال هو اللي مهم، وان احنا ننقل خبراتنا للاخرين طبعا. وانا بحييك بشكل خاص جدا جدا، وهنكون مع حضرتك ان شاء الله مستمرين يعني بشكل خاص هنا في 8 الصبح لاي انجاز بتعمله مع اولادنا، وتحديدا قصه الكتيبه 101 ان شاء الله. دي حاجه الحقيقه هايله جدا 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 ان يبقوا بطل من ابطال القوات المسلحه، نشوفه ان شاء الله. الحقيقه اضافه لبطولاته طبعا. فبحييكم جدا، بشكركم جدا جدا، وان شاء الله استضيفكم انا اللي هستضيفكم برضو. اوكي شرف لينا. اشكر شرف حضرتك. ونستضيفكم هنا ان شاء الله في مزيد من الانجازات. اشكركم. شكرا يا فندم. الحقيقه مصر لسه فيها حاجه حلوه بجمالها بابطالها بشبابها. انا الحقيقه شحنت طاقه ايجابيه حلوه قوي قوي، يعني بص انا قعدت حوالي فقره كده صغيره مع ابطالنا، شحنت طاقه ايجابيه، واتمنى ان تكونوا انتوا كمان شحنتوا هذه الطاقه. ونلتقي بعد الفاصل ولورانس العرب. حلقة خاصة عن لورانس العرب، عمر الشريف، عمر الشريف الفنان العالمي اللي الحقيقة كل العالم كله أما لحظة وفاته اتهزت له الدنيا كلها. حتى أنا عندي أختي عايشة في أستراليا قالت لي breaking news في التلفزيون الأسترالي ما بيتعملش غير الحاجات اللي هي فعلا يعني critical قوي، فلما لقوا بريكنج نيوز في التلفزيون الاسترالي انه عمر الشريف توفى، فده معناه انه حاجه يعني عمر الشريف وصل للقارات الاخرى. عمر الشريف الحقيقه انا يعني حظيت في قبل وفاته بست شهور ان انا التقيت بيه بشكل شخصي بالصدفه في احدى الفنادق واتكلمت معاه، وكان من الناس الحقيقه نصايحه كانت تيرنينج بوينت في حياتي جدا جدا. هو انا على المستوى الفني اكيد انا مش هتكلم، انا ماليش ان انا اتكلم لان هو خلاص يعني ده عمر الشريف، ولكن على المستوى الانساني اللي لمسته فيه حاجه في منتهى الجمال والروعه. استاذ الهامي سمير صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. انا يعني عمر الشريف انا بالنسبه لي قابلته في فتره وفرق معايا قوي قوي قوي، وراجل انسان قوي قوي طبعا. وحاجه في منتهى الجمال جدا، ونصايحه لغايه دلوقتي انا حطها قصاد عيني، لدرجه انا عمري ما هنسى انه شاور لي على الساعه وقال لي انه حياتك عباره عن عقرب، الساعه اللي بيمشي هيبدا 12 وهينتهي 12. صحيح. وقال لي نصيحه خاصه بهذا الموضوع. ف عمر الشريف مش عارفه ابدا منين، في ناس كده ما ببقاش عارفه ابدا مع حضرتك منين، فبترك لحضرتك المسيره، ابدا منين؟ تعالى نبدا من اول ما اتولد. ايه بقى نشأته؟ يعني هو اتولد في اسكندريه الاسره سريعه جدا، فالثراء ده كان مخلي عمر يطلب اي حاجه، او ميشيل زي ما كان اسمه ميشيل ديمتري شلهوب، والاسم ده عمل له مشاكل من اول ما اتولد، مش هقول لك بقى لحد ما توفى، لحد بعد ما توفى. لان في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي لو دخلتي مثلا كتبتي ديانة عمر الشريف على السوشيال ميديا يقول لك يهودي. فتقول لهم يا جماعة ما كانش يهودي، الراجل كان مسيحي، وهو اتكلم وعيلته اتكلمت والمقربين اتكلموا، يقول لك لا برضه يهودي. وموضوع يهودي ده دخله في مشاكل كتير بقى في حياته وهو شغال بعد 67 لما كان شغال بره، وكان حظه ان بيعمل فيلم مع ممثلة يهودية بسبب الاسم. بسبب الاسم. هو ما حدش عايز يقتنع ان هو الاسم ده اسم حد مسيحي، لا هو اليهودي. حتى لما اتجوز فاتن حمامة. او جه يتجوز فاتن حمام ده هنجيله بعدين يعني. طيب لكن خلينا في البدايه. فهو صغير يا ميشيل انا عايز مش عارف ايه، حاضر يا حبيبي، يا ماما انا عايز مش عارف ايه، وطبعا الام بتدلله جدا لحد ما اكتشفوا ان هما من كتر الدلع وزنه زاد. والله بياكل حلويات كتير جدا وبياكل ما شاء الله، ما بيعملش حاجه غير انه يروح يقعد في النادي يتفرج ويروح المدرسه وخلاص على كده. فامه قعدت مع ابوه قالت له احنا لازم نلحقه، يعني احنا كده هيروح في مرحله خطر. فهم بيحاولوا يقاوموه
ان يا حبيبي الاكل يبقى بحساب، لازم تلعب رياضه، فهو ما فيش الكلام. فهم قالت له خلاص انا هدخلك مدرسه داخليه، هو ده حلك الوحيد، ياكلوك بقى بميعاد وتلعب رياضه غصب عنك وهيقدروك، وما فيش بقى الرفاهيه اللي انت شايفها يعني. فدخل فيكتوريا كوليدج، فهو هناك وسط ابناء الامراء وكبار السياسيين وكبار الشخصيات، فمش عاجبه الاطار ده. انا يعني حابب، انا ابن زوات وزي زي ولاد الامراء وكل حاجه، بس مش عايز الحياه الروتينيه قوي دي، اللي هو تصحى الساعه 5 صباحا وتفطر اكل مش عارف ايه، وبيقول اكل مسلوق وملوش طعم ولا ريحه ولا لون، ولازم تلعب ده رياضه. كان سنه وخسيت. يعني كان عنده كام سنه هو؟ كان عنده 5 6 سنين، صغير. لسه يدوب. فدخل بعد ما بدا يحط رجليه في المدرسه سنه ورا سنه، هو بيكتسب صداقات وهو عنده كاريزما من وهو صغير، فالناس بدات تحبه. فقالوا له يا عمر طب تعالى اشترك في الانشطه، عندكم أنشطة إيه؟ عندنا كرة قدم، فيلعب كرة القدم ويبقى رئيس الفريق. عندنا جماعة خطابة، فيدخل جماعة الخطابة ويبقى رئيس الفريق. عندنا جماعة تمثيل، ويتعرف في الوقت ده بقى على رفيقه أحمد رمزي. ده كان قصة. فهو يروح يمثل وأحمد رمزي واقف له بره يطلع له لسانه ويعمل. يتعرف عليه وعنده كام سنة؟ يعني كانوا يدوب مثلا 8 9 سنين. إيه ده، دول أصدقاء العمر من الطفولة. أنا بحسب اتقابلوا في حياة فنية. من أول المدرسة. اوكي، عشان كده العلاقه الصداقه كانت ترابط قوي. ترابط قوي رغم انها حصل فيها دروب 8 سنين كده بسبب فاتن حمامه برضه. بسبب يعني مشكله حصلت في فيلم من الافلام. اوكي. فهو يروح يمثل ومقتنع قوي بالتمثيل وبقى مؤمن قوي بالتمثيل، واحمد رمزي يروح يتريق عليه. لحد ما جم في مره بيعملوا مسرحيه، ففي بنت بتعمل دور الخدامه. فما جاتش. فالعرض خلاص يعني، العرض فاضل له كام ساعه والعرض هيبوظ. فعمر راح جاب احمد رمزي، فقال له ما تيجي يا احمد تدخل معانا. فقال له انا جاي معاكم يا عم، هو ايه الشغل اللي انتوا بتعملوه ده واللي يطلع يتشقلب واللي. فالمهم من هنا لهنا اقنعه ان يدخل يعمل الدور. ورمزي بيقول انا رحت اعمل الدور عشان اتريق عليهم، عشان اعرفهم بس ان انا يعني اعرف اعمل ايه. عندهم كام سنه كده؟ وكان افضل حد وقتها في المدرسه، يعني افضل حد كان بيمثل في السنه دي كان احمد رمزي. اوكي. فان هو داخل يتريق. فعمر او ميشيل يعني لما حس ان الموضوع حلو وبيطلع الناس تسقف له والاهالي يجوا يتفرجوا ويبقوا معجبين، ويا حبيبي مبروك. فبدا عمه اللي بيروح السينما الفرنسيه كل يوم اتنين يقول له والنبي خدني معاك، فيروح يتفرج على السينما الفرنسيه ويقتنع قوي ان هو لازم يبقى زيه زي الابطال دول. اوكي. وفي يوم وهم راجعين كده على الشط، فلو عرفه قاعده بتضرب الودع، فعمه قال له ما تيجي يا ميشيل نشوف حظنا انا وانت. بجد؟ فراح الست قالت له بص يا ابني، انت هيبقى ليك مستقبل بس مش في مصر، هيبقى ليك مستقبل بره مصر، واسمك ده الناس كلها هتتكلم عنه وهتكسب فلوس لا تتخيلها. فبدا عمر يركز ان اسمي ده هيتكتب عن طريق التمثيل. هي ممكن تكون بخبرتها شافت شغف في عينيه، شافت صح مثلا او بايلك. والموضوع اتقال يعني، ممكن يقولوا كلام عام، معظمهم بيقول كلام عام، فلما يتحقق تقول والله يا الست كانت بتقول او الراجل كان بيقول. لكن هو الفكره ان هو بدا يشتغل على ده فعلا، بدا يجهز ان هو ده ممكن يكون ده السبب اللي خلاه يبقى كده طبعا. فبدا يقول لهم انا عايز اركز في التمثيل. فابوه قال له لا انا عايزك معايا في التجاره بتاعتي، وعندهم تجاره اخشاب، فقال له تشتغل معايا. وخده نزله فتره بقى ينزل يشتغل. فعمر اول ما اشتغل بيقول انا بياع فاشل، انا ماليش انا في موضوع بيع و... فنازل بيقول له انت ازاي بتسرق الناس كده وانت راجل مؤمن؟ فقال له انا ميشيل بسرق الناس. قال له ايوه، بتشتري حاجه ب 15 قرش وتبيعها ب 20 قرش. قال له يا حبيبي ما هي التجاره كده، احنا بنشتري الحاجه بمبلغ ولازم نكسب. فقال له لا، احنا زي ما بتشتريها زي ما تبيعها. قال له لا يا حبيبي التجاره. وبدا يفهمه. فهو التاني برضه مش مقتنع، لحد ما بيقول لجأت الحيله كده بقى عشان ايه يعني يكبر دماغه مني بقى. فبدا يبيع بخساره. يا ميشيل بعت بكام؟ فيقول له والله بعت النهارده ب 200 جنيه. فيقول له يا ابني ده دول ب 300 جنيه. يقول له اصل يعني الناس اللي جت تشتري غلبانه. فتاني يوم يا ابني عملت ايه؟ يقول له والله اصل ده كان عنده مشلولة. كم سنه وقتها؟ يعني في ال 15 16 بقى لسه بيبدا. في البدايات. ورغم كده قعد حوالي برضه 5 سنين مضطر ان هو يشتغل الشغلانه دي، لحد ما وصل لمرحله ان خلاص بقى انا لو كملت انا هبقى تاجر خشب وحلمي هيموت والحلم خلاص هيختفي. فجه في يوم فقال لامه بص يعني روحي اضغطي عليه وقولي له امثل. فقالت له يا عمر ما او يا ميشيل ما اقدرش، يعني يستحيل يوافق بحاجه زي دي. قال لها خلاص انتوا لو ما وافقتوش انا هنتحر. فلما حسوا ان هو ممكن ينتحر فعلا فقالوا طب خلاص يعني اعمل يا حبيبي اللي انت عايزه. فبدا يجهز اوراقه عشان يروح يدرس في بريطانيا. فهو بيقابل احمد رمزي اللي هو لقاء الوداع بقى في جروبي قبل ما يسافر، وداخل يوسف شاهين. يوسف شاهين كان معاهم في المدرسه لكن قبلهم ب6 سنين. فقعد باص لهم هما الاثنين كده وقال لهم انا بعمل فيلم جديد اسمه صراع في الوادي ومحتاج وجه جديد، حد فيكم بيعرف يمثل؟ يعني حد فيكم لو اديته يعني فرصه. افلامه صراع في الوادي ده كان اول تجربه وبطوله وقصاد فاتن حمامه. فاتن حمامه وكانت هي نجمه طبعا.
فقال لهم حد فيكم بيعرف يعني لو وقفت قدام كاميرا قدام فاتن حمامه هتعرفه؟ فالاثنين بصوا لبعض قالوا له مش عارفين احنا بنمثل على قدنا فاتن حمامه وبطوله ما نعرفش. فبدا يتكلم مع الاثنين بقى بتركبوا خيل بتتكلموا مش عارف ايه وبتاع، وبدا الاثنين كل واحد فيهم بعد اللقاء ده مستني يوسف شاهين يتصل بيقول له تعالى يلا اعمل فيلم، لحد ما وقع الاختيار على عمر. فاحمد رمزي بيقول انا حسيت ساعتها ان انا متضايق بس برضه في الاخر صاحبي يعني ففرحت له. فعمر قال له يا رمزي تبقى معايا في الفيلم يعني نشوف لك اي دور، قال له انا ما عنديش مشكله. وراح احمد رمزي بيصور معاهم يعني ما بيعملش اي حاجه، هو بيتعلم بس في الكواليس الافلام بتتعمل ازاي. يعني كان لدرجه ان هو بيروح يملا لهم ميه وما عندوش مشكله يحضر لهم اكسسوارات. اللقاء الاول بقى مع فاتن حمامه بقى ايه يعني؟ هو يوسف شاهين اتصل بيها قال لها انا خلاص لقيت لك الوجه الجديد اللي انت عايزاه عشان يعني هي طبعا وقتها بتدور عايزه تخرج من صوره البطل التقليدي فعايزه وجه جديد قدام. وقبل التاريخ ده عشان اللي هيتقال بعدين بحوالي ست شهور او سنه في خلافات ما بينها وما بين عز الدين ذو الفقار. وواقفين على الطلاق عشان بس ما يتقالش ان عمر كان سبب الطلاق الاساسي. لا في مشاكل قبلها هم متفقين على الطلاق وفي كل مره هو بيحاول ياجل على اعتبار ان هي يعني خلاص ممكن ترجع في كلامها. فقالت له اسمه ايه؟ قال لها اسمه ميشيل ديمتري شلهوب. قالت له ده جنسيته ايه ده؟ ده اجنبي؟ قال لها لا مش اجنبي ولا حاجه ده مصري. بس خلاص احنا هنسميه ميشيل شاهين او يعني هنشوف له اي اسم تاني. فقالت له طب اشوف يا يوسف. فقال انا هجيبه ونيجي. فراحوا الاثنين فوقفت تراقبه من بعيد كده وبعدين دخلت سلمت عليه. فهو لمح تابلوه مرسوم ليها فقالت له التابلوه عجبك؟ قال لها اه بس مش اجمل من الحقيقه. فحست ان الكلام الحلو اللي نفسها تسمعه بقى لها فتره من المشاكل ومن عمر الشريف يعني في حاجه بدات تتحرك في اللحظه دي. طيب قالت له طب يعني سمعني اي حاجه من اللي انت عملتها. فهو كان عامل هاملت في المدرسه فقام قايم قايل لها مونولوج هي ما فهمتش منه اي حاجه فبصت له كده قالت له طب يعني يوسف نجربه. فجربوه عملوا التست بتاعه وقالوا خلاص عمر معانا في الفيلم. وبدات هي بقى تقدم الدعم لعمر وتساند عمر وعندهم مشهد اللي هو المشهد الوصل ما بين الاثنين ففاتن حمامه خط احمر مفيش حاجه اسمها الكلام ده. فيوسف شاهين مش عايز يعمل صدام من اول فيلم ففضل ماجل المشهد لغايه تقريبا قبل الفيلم ما يخلص بيومين. ويومها ما حدش فيهم هما الثلاثه بيتكلم مع حد، هو مستنيين المشكله تحصل. يجي شاهين اللي هو بيقول كلمه لازم تتنفذ يقول لهم يلا هنصور كذا فتقول له لا انا ما اقبلش افلام يبقى فيها قبلات ولا الكلام ده وتسيب اللوكيشن وتمشي. لحد ما جه التصوير بيقول لهم يلا هنصور المشهد فالموضوع ماشي عادي والمشهد اتصور والصحافه بدات تتكلم ان ازاي فاتن حمامه تتنازل عن اهم خط احمر في حياتها وان واضح ان في علاقه بدات تنشا في الخفاء بدات الكلام والكواليس بقى. وبدا الكلام بقى يطلع والفيلم خلص. طب وبدا الاثنين ما حدش فيهم بيروح مكان التاني فيه. طيب عشان ضيق الوقت عايز اسال سؤال بس ممكن حضرتك تجاوب عليه سريعا، هل فعلا رامز العرب كان لرشدي اباظه وبطريقه ما عمر الشريف هو لا الاثنين اترشحوا ولكن عشان خاطر رشدي ما رضاش يروح للمخرج فعمر هو اللي راح للمخرج عنده يعني هو رشدي قال انا ليه افلام عايز يشوفها يشوفها. ديفيد لين اللي هو المخرج كان عايز يعمل تيست في المكان اللي صار فيه في صحراء الاردن ما رضاش يروح رشدي اباظه فعمر راح في صحراء الاردن وعمل تيست هناك وبعد كده رجعوا ودوه تاني لندن قالوا لا تيجي تعمل كمان تيست هناك. حتى بيقول ايه يا جماعه انا هو فاكر ان هو هيعمل دور صغير فقال يا جماعه الموضوع مش مستاهل ده كله ولازم تشيل الحسنه اللي في وشك وقعد يصور فيه سنتين في الصحراء فهو مش دور رشدي هما الاثنين اترشحوا لكن رشدي قال لا انا ما اروحش اعمل تيست كاميرا انا نجم وليه افلامي عايز يشوفها يشوفها لكن عمر راح يعني اقتنص الفرصه هو خلاص. الكلام عن عمر الشريف ما بيخلصش طبعًا. ولا هيخلص طبعًا. احنا ممكن نقعد نعمل حلقات وحلقات طبعًا. سواء في ذكرى ميلاد او وفاء يعني أكيد. احنا نقعد ممكن نعمل له اجزاء طبعًا. ايه راي حضرتك يلا وناخد له كل مره كده حقبه كده من عمره أوكي. عمر الشريف انا برضو في ناس كده ما بقاش عارفه اختم اقول ايه عمر الشريف يعني طبعا. بشكر حضرتك استاذ الهامي سمير الناقد الفني وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من 8 الصبح يعني اتمنى ان انا اكون او كنت ضيفه خفيفه على حضراتكم ما فيش يعني ختامها مسك بعمر الشريف طبعا.